ممكن يكون فيهم ناس خارج التخصص. تعالوا كده نبدأ ندردش عموما دردشة عامة ونفهم الموضوع اللي أنا هتكلم عليه ده الأول بيتكلم عليه قبل ما نبدأ نتخصص أكتر فأكتر عشان الموضوع تبقى أسهل بإذن الله للجميع. أي أسئلة أو أي استفسارات أو أي عموما يعني معلومات زيادة عن المحتوى حابين إن أنتوا تعرفوها، أنا الكونتاكتس بتاعتي كلها موجودة وأنا جاهز وتحت أمركم، تقدروا تتواصلوا معايا إن شاء الله بعد المحاضرة في أي وقت. أهلا وسهلا بكم على طول. المحاضرة الحقيقة اللي أنا عاملها النهاردة هي تعتبر أحد المحاضرات في سياق كورس كامل بدرسه أو حيبدأ تدريسه إن شاء الله next fall السمستر الجاي في كلية العمارة في جامعة بيروت العربية في لبنان مكان منعت. أنا دكتور مصري سابر سياري شغال في جامعة اسكندرية، متعين في جامعة اسكندرية لكن معار حاليا في لبنان لتدريس العمارة، فده كان كورس اتطلب مني فأنا حبدأ أشتغل إن شاء الله فيه. العمارة الفضائية أو العمارة الفضاء الخارجي الحقيقة في الفترة الجديدة اللي احنا فيها ما بقاش خيال علمي، ده بقى موضوع مجال موجود في already يعني خطوات صلد اتخذت فيه، وفي خلال الفترة اللي جاية متوقع من 2020 السنة اللي احنا فيها دي ل 2030 هيحصل achievements كتير جدا 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 فيها. متوقع في ميشن هتطلع المريخ، في ميشن هتطلع القمر، في كذا ميشن يعني موجودة في كل مكان. المهم العمارة الفضائية دي ما تعتبرش أول محاضرة، في محاضرة برضو أنا حطيتها على اليوتيوب تعريف مبدئي أكتر لو حابين أن أنتوا ترجعوا لها، ممكن أسيب اللينك إن شاء الله بعد كده للي حابب أنه يرجع لها. لكن العمارة الفضائية عموما بتنقسم إلى جزئين، عمارة بنطلق عليها نحن الأوربيتال أركيتكتشر أو العمارة المدارية، ودي بتتناول كل المشروعات اللي مش هتتحط على سطح كوكب، لا هتتحط على القمر والمريخ ولا حتى على سطح الأرض، هي حاجة معلقة في الفضاء. وحنفهم دلوقتي فكرة الفضاء ده بيتقسم ازاي وايه هي المدارات المختلفة والموضوع بيمشي ازاي. في عمارة فضائية من نوع تاني اخر تماما اللي هي العمارة اللي بنسميها planetary architecture او العمارة اللي هي بتبقى على سطح كوكب، يدخل في هذا ممكن سطح القمر سطح المريخ لا قدر الله بعد اي كوارث major crisis او extension level event على الارض نفسها، ممكن الارض بعد يعني ما يحصل لها فناء جزئي او كامل نقدر ان احنا نعملها اعادة تعمير. دي كلها مشاريع فعلا مطروحة وعاملين ساينس كبير جدا في الموضوع ده، ومين هي المجموعه اللي هيتم انقاذها خارج الارض بحيث انها تقدر ترجع تاني، اللي بيطلق عليه اسم المينيمم فايبل بوبوليشن 160 فرد اللي ممكن يرجعوا يعملوا اعاده اعمار للارض تاني او ريترافورمينج للارث. المهم خلينا برضو بدل ما ندخل في تفاصيل كتير لان سهل جدا ننسق فيها نرجع تاني لموضوعنا. يبقى احنا عندنا نوعين من انواع العماره، العماره الاوربيتال او المداريه والعماره الثانيه البلانيتري اللي هي يعني متخصصه اكتر في كواكب. طيب العمارة المدارية الحقيقة أنا لسه بداية الموضوع، تصميم الكورس طبعا اللي هدرسه تصميم صغير جدا، كورس يعتبر صغير جدا مش هيضم كل شيء موجود في الموضوع، الموضوع ده بقى له سنين ومعرفش اللي فيكو يعني ما يعرفنيش أنا، بس حد برضو نبذة شوية أنا شغال إيه أو إيه خبراتي في هذا المجال. أنا بدأت الحقيقة المجال بتاع العمارة الفضائية من سنة 2009 يعني بالضبط بقى لي 11 سنة فيه. كنت الاول شغال في السستينبل اركيتكتشر، الحمد لله ربنا اكرمني بجائزه حسن فتحي للعماره مره في السبيس اركيتكتشر سوري في السستينبل اركيتكتشر وفي السستينبل انتيرير حصلت عليها مرتين، وبعد كده بدايه من سنه 2009 شدني الموضوع وبديت اهتم بيه. الحمد لله النهارده معايا تقريبا في حدود 8 جوائز طبعا كلها دوليه، ما فيش عندنا للاسف في الوطن العربي شيء محلي متخصص في العماره الفضائيه، بس الحمد لله ربنا اكرمني تقريبا ب 8 جوائز دوليه. حاليا انا ممثل لمارس سيتي ديزاين الامباسادور بتاعهم للميدل ايست للدول الناطقه باللغه العربيه، والحمد لله من 3 ايام كمان اترشحت بقيت الامباسادور لجاك روجيري فاونديشن او مؤسسه جاك روجيري برضو مهتمه بعماره الفضاء ومقرها في باريس، فالحمد لله بقيت امباسادور في الاثنين دول بحيث ان انا كل ما اقدر اساعد في نشر الفاليوز بتاعه العماره الفضائيه وان انا اخلي الناس تهتم بيها. ومرحب باهلا وسهلا اللي حابب انه يتواصل معايا في اي مستوى، عايز يشارك في اي مسابقه من المسابقات دي، عايز ياخد ورشه تدريبيه في امريكا في لوس انجلوس، حابب عموما يدخل موجود حابب يتعرف عليه، اهلا وسهلا بيكم في اي مجال. الاكتيفيتي الثانيه الاكاديميه اللي هي اللي قلت عليها، الكورس اللي هيبدا تدريسه ان شاء الله بدايه من السمستر اللي جاي اللي هو الترم الجاي بعد فتره الصيف طبعا. فالكورس ده انا هحاول كمان ان انا اسجل محاضراته وممكن هتركها بالكامل على اليوتيوب مفتوحه للي حابب ان هو يعني يعمل لها داونلودنج وياخدها ويشتغل عليها. طيب الموضوع اللي انا هتكلم عليه بقى النهارده هو البند الاول او في مطلق اسم سبيس اليفيتور. الحقيقه السبيس اليفيتور هي احد المواضيع الشيقه الجميله جدا والقابله للتنفيذ واللي متوقع تنفيذها في خلال من 6 ل 10 سنين الجايين، هيبقى يعني بيقال ان هو فعلا اوريدي موجود، ده على حسب الشركات اللي تبنت
المشروع ده وقالت ان احنا هننفذه وهنذكر ان شاء الله المساهمات اللي تمت في هذا المجال. الحقيقة ده مش الحاجة الوحيدة، في مواضيع تانية كتير. الفون براون رينج ستيشن بدأت يمكن من الخمسينات او من الستينات القرن الماضي وما زالت الفكرة موجودة. الاسترويد مايننج وفي برضه مشاريع كتيرة خاصة بيها. السولار ساتلايتز اوريدي موجودة. الدايسون سفير دي صعبة تحقيقها في الوضع الحالي او في الزمن الحالي لان دي محتاجة تكنولوجيا اعلى من المتاح حاليا عندنا. الستانفورد تورس ما هو الى تطوير الفون براون ستيشن، البيرنال سفير كمان تعتبر تطوير لهم، والبيشوب رينج، كل دول التطويرات. يعني دي تعتبر الى حد ما مشاريع بالترتيب كده اقرب حاجه للواقع هي السبيس اليفيتور، يليها او معاها السولار ساتلايت. الاثنين دول واحد واربعه دول هم اكتر شيء موجود، يليهم الاسترويد ممكن يتم تحقيقه في فتره قريبه ان شاء الله، هو الفون براون رينج ستيشن اللي هي رقم 2 ورقم 3، وخمسة وستة وسبعة وثمانية دول إلى حد ما محتاجين تكنولوجيا أعلى من المتاح حاليا، ممكن في المستقبل إن شاء الله هنشوفهم متاحين. طيب نرجع تاني للسبيس إليفيتور، نرجع تاني. إحنا لما بديجي نقول فضاء مفيش حاجة اسمها هنحطها في الفضاء يلا في الهواء اللي فوق أو في الفراغ اللي فوق. الفضاء يا جماعة خارج نطاق الأرض، متقسم لمدارات كتير جدا جدا، زي ما احنا كده بنيجي في الاركتكتشر او في العماره بنقول لك في حاجه اسمها البيلدينج سايت، الموقع العام للبناء. كمان انت عندك الفضاء الخارجي ده متقسم لمدارات، متقسم لمسافات، كل مسافه لها خصائص مهمه جدا جدا نفهمها. مبدئيا كده نقدر نقول ان في الاوربتس الخاصه بالجرافيتيشنال فورس اوف ايرث، اي حاجه بتدور او متاثره بالمجال الجاذبيه الارضيه ده بنسميه الاوربيتال، او حاجه لوكت في الاوربتس بتاعه الارث. لو عم بتعمل اي نوع من انواع الاركتكتشر خارج نطاق الجاذبيه الارضيه وخارج نطاق الجاذبيه ده بنسميه الديب سبيس، او ده اللي هو الفضاء العميق، وده الفضاء العميق ده خلاص ده احنا كده خرجنا خارج النطاق، دي مسافه تعتبر بعيده جدا جدا جدا. فخلينا بنرجع تاني، يبقى احنا دلوقتي اللي احنا هنتكلم عليه في العماره الفضائيه بالتكنولوجيا اللي ممكن تكون متاحه النهارده او متاحه بعد سنوات قادمه ان شاء الله قليله، هي الاوربيتال، يعني اي حاجه تبقى لوكت في الاوربت الخاص بالارث بالارض. وزي ما في كمان عماره فضائيه مداريه مرتبطه بالاوربتس او بالمدارات الخاصه بالارض، ممكن نطبق نفس هذه المبادئ على المريخ، ممكن نطبق نفس هذه المبادئ على القمر، ممكن نطبق نفس هذه المبادئ على اي كوكب ليه جاذبيه موجوده. طيب بدايه كده يهمنا ان احنا نتعرف على حاجه اسمها اللو ايرث اوربت او ال اي او. اللو ايرث اوربت هو اقرب حاجه موجوده لمجال الارض، تقريبا بتتكلم على 2000 كيلو من الارض، وده بيكون فيها تقريبا اغلب الساتلايتس بتاعتنا واغلب الاجسام القريبه مننا، وده مهم جدا نتعرف عليه. حتى بيطلق عليك مارك اسم تاني اسم الاريديوم. لو بعدنا شويه، بعدنا بقى وصلنا دلوقتي 10000 كيلو، خلاص ده كان 2000 اللي هو الاحمر الصغير ده، لا بعدنا لحد ال 10000 كيلو وصلنا للميد ايرث اوربت او الانترميديت سيركلر اوربت، ما زلنا لوكت في الجاذبيه الخاصه بالارض، يعني لسه برضو بندور حوالين الارض، جاذبيه الارض مؤثره علينا لكن بعدنا اكتر واكتر. طيب كل ما هنبعد اكتر وصلنا بعد كده للجي اي او، وده بقى مهم جدا ان احنا نتعرف عليه، اللي هو الجيو ستيشنري ايرث اوربت. طيب احنا ليه بنبعد او ليه بنقرب؟ هل الموضوع ده هيفرق؟ اكيد هيفرق. طيب هيفرق ازاي؟ ناخد فكره عامه. انتوا ملاحظين دلوقتي مبدئيا عندنا ثلاث دوائر، الدائره الحمراء وبعدين الدائره الزرقاء وبعدين الدائره الثانيه البيربل او البنفسجي اللي موجوده. كل دائره من الدوائر دي لها محيط او سيركمفرنس مختلف، واحنا متفقين ان اي جسم هيمشي في اي مدار هيقف في المدار ده او ده وده، هو مش جسم ستاتيك، هو مش جسم ثابت، هو جسم بيلف وبيدور. طيب لو لفيت هنا وبديت ادور ده في اليوم الواحد هعمل 11 بيريود يومي، دي تعتبر سرعة عالية جدا، تقريبا في حدود 30,000 كيلو في الساعة تقريبا، فدي تعتبر سرعة عالية جدا. كل ما هبعد محيط الدايرة بيكبر، بتبدأ السرعة بالنسبة للناس اللي على الأرض تبقى أبطأ. لما بوصل للجيو ستيشنري ايرث اوربت اللي هو المدار ده، لو أنا بمشي أنا تقريبا ماشي مع نفس سرعة دوران الأرض حوالين نفسها. فهيبان لو أنا عندي هنا أي أوبجكت موجود أو أي ستيشن موجودة أو أي عنصر موجود في الجي اي او ده، تقريبا هيبان على الارض ان انا ثابت واقف في نفس المكان في السماء، ما بتغيرش مكاني، لان سرعه الارض وسرعه هذا المدار هما الاثنين في توازن مع بعض، في تناسق مع بعض، هما الاثنين بيمشوا بنفس السرعه. كل ما هبدا انزل لتحت شويه تحت الجيو ستيشن ايرث اوربت، هتبان ان سرعه اعلى كتير من سرعه الارض. لو وصلت للو ايرث اوربت انا بدور 11 مره وربع تقريبا في النهار الواحد، يعني مع دوره واحده من دورات الارض انا بلف 11 مره وربع، اكتر من 11 مره بلف حوالين الارض. فهم كده وصلوا ان دي، طيب المسافه دي قد ايه؟ تقريبا في حدود ال 36,000، او لو انا بتكلم بدقه عاليه هي 35,768,000 كيلومتر بالظبط عن الارض.
اي عنصر موجود في هذا المكان هيبان بالنسبه للناس اللي واقفه على الارض ان هو شايفك كنقطه ثابته في السماء ما بتتحركش. طيب طبعا الموضوع ده علم واسع جدا يا جماعه ومعقد وبيدخل هنا، انا يعني حاولت ان انا اتجنب قدر المستطاع كل الفيزيكس اللي موجوده، ولما كان بكلم مبادئ بسيطه جدا جدا، لكن طبعا حساباتها دقيقه. طبعا على حسب الساتلايت اللي انت بتطلعه، ساتلايتس كتيره موجوده في اللو ايرث اوربت، ممكن تبقى لها حاجه للويذر سكاننج مثلا، ممكن تبقى عسكريه، ممكن تبقى تجاريه، ممكن تبقى انترنت، يعني على حسب هدفها. فانت بيبداوا يختاروا الايرث اوربت المناسب. لو انت عايزه ثابته نفس في نفس المكان تقريبا، او تبان انها نفس المكان، هتبقى الجي اي او هو المكان او الامثل او المدار الامثل ليها. طيب نرجع تاني للموضوع. طبعا عشان تقدر توصل لللو ايرث اوربت او تحدد مكان، برضو ده بياخد منك وقود اكتر، كل ما هتبدا تطلع اكتر وقود اكتر، ده معناه تكنولوجيا اعلى، ده معناه مصاريف اكتر. واحنا لحد دلوقتي مشكلتنا رقم واحد في كل العماره الفضائيه هي بس مجرد الوصول للمكان اللي انت عايز تحط فيه الهدف بتاعك، سواء هتحطها في اللو ايرث اوربت او في الجيو ايرث جيو ستيشنري ايرث اوربت او ايا كان المكان، او حتى عايز تنقلها للقمر. اكبر صاروخ اتعرف اللي هو سنه 1969 ساترن 5، ده اللي احنا طلعنا بيه القمر. من ساعتها ما عملناش صاروخ بنفس الحجم ده تاني. المجموعة الابولو ميشنز اللي تمت من بدايه من ابولو 11 لحد ابولو 17 اللي كانت بتروح القمر دي، كانت ابعد حاجه عملناها، وكانت ناسا طورت الصاروخ ده. ده كان مكلف جدا جدا في الوقت ده، تقريبا يقدر تكلفته بالاقتصاد بتاع النهارده ب 100 مليار دولار. ضخم ضخم يعني، رقم ضخم جدا جدا في الوقت ده، كان طبعا بسبب سباق التسلح والحرب البارده، وكانت امريكا برضه لها الهدف الهيمنه، فقدروا يعملوا التكنولوجيا دي. لكن بسبب التكلفه العاليه توقفت كل مشاريع الفضاء من فتره السبعينات لحد النهارده سنه 2020 تقريبا، بنتكلم في يمكن ايه 50 سنه ما عملناش حاجه، لحد ما بدات مؤخرا بدا في سباق تاني وركض تاني للفضاء. وكاله الفضاء الهنديه الصينيه الروسيه بداوا يهتموا، طبعا جاكسا بتاعت اليابان، الاي اس اي اللي هي الاوروبيان سبيس ستيشن بتاعت اوروبا، ناسا، في تسابق مين اللي هيحط ايده الاول على الفضاء الخارجي، مين اللي هيوصل للقمر الاول، مين اللي هيوصل للمريخ الاول، بدون الدخول برضه في تفاصيل كتير. القانون الدولي سنه 1967 بيقول لك يو فايند يو تيك، الارض اللي انت هتلاقيها هتعلن خلاص ان دي ملكك، وعموما الفضاء لا يملك لاحد لحد ما انت توصل هناك. وصلت هناك يبقى من حقك تتملك المكان اللي انت فيه. كل مكان من الاماكن دي فيه ريسورسز اللي تخلي الناس تطمع انها توصل. لو عايز تعمل اي حاجه في اللو ايرث اوربت، سواء اللو او الميديوم او الجيو ستيشن، انت بتعمل سيطره اكتر ليك، سيطره اكتر على الارض، سواء هتحط ساتلايت، هتحط حتى وحده كامله. هنعرف طبعا ايه الاسباب احنا ليه دلوقتي بمفهومنا الحالي بتكنولوجيتنا الحاليه محتاجين نعمل القصه دي. والله وصلت بعد كده لمجال اوسع، وصلت لحد القمر، في هناك الهيليوم 3 اللي ممكن تعمل بيه وقود للمفاعلات النوويه، وده خامه غاليه جدا يعني، برضو بتدعم الفكره انك ممكن توصل. حبيت توصل بقى لابعد من كده على المريخ، في طبعا مجموعه اقتصاد كامل فضائي ممكن تقدر تتبناه في عمليه الوصول للمريخ. يعني كل حاجه لها مبرراتها الاقتصاديه واللي تصرف على هذه المشاريع. طيب اللو ايرث اوربت فيه صفات، في صفات لازم نفهمها كويس جدا جدا، ودي الصفات دي اللي خلت ان احنا نختار اللو ايرث اوربت عشان نعمل فيها مثلا الانترناشنال سبيس ستيشن. ده مشروع اوريدي موجود، او الاي اس اس، وهو مشروع دولي، ونقدر بس كان في زمان محطه مير للفضاء، بس دي كانت محطه روسيه واسقطوها بسبب تكلفتها العاليه، لكن ما زالت الاي اس اس موجوده في اللو ايرث اوربت. اول حاجه المفاهيم العامه، احنا في اللو ايرث اوربت تعتبر مايكرو جرافيتي، ما وصلناش لسه لدرجة الزيرو جرافيتي أو الانعدام الجاذبية التام، لكن نقدر نقول إن هو مايكرو جرافيتي. يعني إيه مايكرو جرافيتي؟ تخيل نفسك كده الناس، أو تخيل الشخص اللي بيطلع يرمي نفسه بمظلة من طيارة، اللي هم الجماعة بتوع المظلات اللي بيطلعوا مثلا على ارتفاع 30,000 قدم تقريبا، يعني 1000 متر أو كيلو تقريبا من الأرض، وبيرمي نفسه من فوق، بينزل. النزول ده بنسميه الفري فول. الفري فول ده عمودي على سطح الارض، بيبقى تقريبا الجاذبيه كانها مش موجوده، لكن هو في جاذبيه، لكن هو ما بيحسش بهذه الجاذبيه بسبب يمكن مقاومه الهواء والنزول الحر ده، فيبان كانه طاير في الهواء. اي اوبجكتس او اي عناصر موجوده في الاي او هي تقدر تعتبر انها فري فول، بس هي مش بتنزل تجاه الارض، هي بتنزل او بتقع حوالين الارض، بتدور حوالين الارض، بتبقى لوكت حوالين الارض. فدي صفه من الصفات، يبقى هي مايكرو جرافيتي او بنسميها الفري فول. رقم 2، بتبقى اي حاجه موجوده في الاي او هي لوكت في المجال ده، ما تقدرش ان انت تطلع براها، ما تقدرش ان انت تعمل اسكيبنج. الهروب من الاي او ده هيكلفنا كتير جدا جدا كفلوس، يعني عشان تقدر تطلع محتاجه وقود كبير. فبينج لوكت ممكن تقعد بقى للابد، ممكن اي عنصر حطيناه في الاي او يفضل سنين طويله جدا من غير ما يحصل له انحراف او ديفيشن. لكن لو نزلت عن ال 2000 كيلو عن الاي او، لا ممكن جراديولي تبدا الجاذبيه بتاعه الارض تسحبك لحد ما يقع على الارض.
عديت ال 2000 كيلو بتاعت ال LEO انت هتفضل لوكت، هتفضل محبوس في المدار ده لفتره طويله. الجيوستيشنري هو بالنسبه لنا المشروع النهارده اللي احنا هنتكلم عليه، او بالنسبه لمشروع مصعد الفضاء، احنا بنعتبر ان الجيوستيشنري اوربت هو الافضل، هو افضل مكان نتحط فيه. يعني ده معناه ان احنا محتاجين نبعت الستيشن بتاعتنا على ارتفاع 35786 كيلو بالظبط. لكن حتى الرقم ده فيه مشكله في تصميم مصعد الفضاء هنقولها بعد شويه، لكن المهم احنا محتاجين نوصل لهذا الرقم. طيب سريعا كده، مش اوكي احنا قلنا الموضوع ديت مفيش جديد فيه. قبل ما نكمل او قبل ما ندخل بس في المشروع مصعد الفضاء، اخر اوربت عايز اتكلم عليه بيطلق على اسم الجريفيارد اوربت، او ده يمكن الاوربت قبل الاخير. في كميه جانك وكميه تراش موجوده في الفضاء ضخمه جدا 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 وخطيره جدا جدا، وممكن تهدد الصناعه بتاعه العماره الفضائيه وغزو الفضاء بالكامل في خلال السنين اللي جايه، وده هنتناوله في القسم بتاع التحديات او التشالنجز في اخر محاضره النهارده ان شاء الله، هنتكلم على التحدي. لكن مهم نبقى عارفين ان في اوربت بعد ما بينتهي العمل باي ساتلايت او بيبقى في سبيس ديبري او اللي هي الويست الخاص بمحركات سوري باجزاء الصواريخ الغير مستعمله بعد ما بتطلع الميشن او الكرو فبيرموها. طيب ما ينفعش ترمي الزباله دي او ترمي التراش ده في نفس المكان المدار اللي الساتلايتس بتمشي فيه والا هيكسرها. فابتكروا جريف يارد اوربت، والجريف يارد اوربت ده اكبر شويه من اللو ايرث اوربت، ابعد شويه منه، يعني يعتبر وراه على طول مباشره بحيث ما يصطدمش مع الاوبجكتس او العناصر او الساتلايتس اللي انت بتمشيها في ال اي او. ف ده الجريف سوري ما انا قلت قبل كده اللو ايرث اوربت هو ورا الجيوستيشن ايرث اوربت، يعني يعتبر ابعد مكان موجود فيه، وفي نفس الوقت يعتبر سرعته ابطا بالنسبه لدوران الارض فيعتبر بعيد. عشان نقدر نوصل من الجيوستيشن ايرث اوربت للجريف يارد ايرث اوربت، او عموما لو انت عايز تتحرك من اي اوربت ال اي او لحد الام اي او او من ام اي او للجيوستيشن، الحركه ما بين اي مدار والتاني بنضطر ان احنا نمشي في مجال برضه دائري تاني. انت ما ينفعش تمشي في خط مستقيم، ما فيش حاجه اسمها كده. انت لو فكرت ان انت تطلع سي من النقطه دي وتمشي في خط مستقيم عشان توصل للمدار الثاني الاصفر، ما تنساش ان الدايره دي بتتحرك والدايره الصفراء بتتحرك والارض بتتحرك كلهم في جاذبيه واحده. فالحركه دي هتنتج ان انت لو حبيت توصل للنقطه رقم 2 وسي هتطلع من النقطه رقم 1، بديت تطلع لتحت هتمشي في مدار دائري لحد بعد فتره زمنيه بتبقى طبعا كالكوليتد بكمبيوتر سوبر كمبيوترز لحد ما توصل للنقطه رقم 2. فالحركه الدائريه دي في حد ذاتها احنا بنسميها ترانسفير اوربت، ترانسفير اوربت. وفي بعد كده هنعرف ان في كمان باركينج اوربت شبهها جدا جدا، مجرد عشان تنقل بس اي عنصر وتعمل فايرنج للانجنز عشان تتحرك من المجال ده اللي هي بتكون لوكت فيه، بتكون محبوسه فيه لمجال تاني، بتضطر تمشي في مدار. فما فيش حاجه طبعا اسمها خط مستقيم. برضو العلم بشيء الطيارات صاريخ الصواريخ اللي بتحاول انها تطلع خارج نطاق الارض بتمشي في نطاق في شيء اوربت مشابه جدا للترانسفير اوربت عشان تقدر تهرب من الجاذبيه الارضيه. ففكره ان خط مستقيم او المفهوم التقليدي اللي الناس متخيلاه ان انت بتطلع في خط مستقيم ده للاسف مش موجود. الباركينج اوربت شبه جدا الترانسفير اوربت، بس هو مجرد اوربت مؤقت تمبوري انت بتحط فيه العناصر بتاعتك قبل ما تيجي المكان المناسب فتعمل فايرنج وتقدر تنقل العنصر بتاعك للجيوستيشنري اوربت. يبقى انت بتطلع على مراحل، مرحله 2 3 لحد ما توصل في النهايه للاوربت. احنا كده تقريبا تناولنا الاوربتس كلها. اللي حابب طبعا يدرس اكتر في المجال ده او حابب يشوف الفيزيكس الخاصه بيه تقدر يعني على الانترنت النهارده وتقدر تبحث عن باركينج اوربت، هتلاقي كل المعادلات الفيزيكس بتاعتها. انا حاولت اتجنب بس ان الموضوع يكون تو تكنيكال بالنسبه للناس الموجوده، لكن زي ما قلت قبل كده في اول المحاضره انا بتناول المفاهيم العامه. طيب بعد ما شفنا الاوربتس تعال نشوف بقى مشروع النهارده اللي انا حابب اتكلم عليه، مشروع السبيس اليفيتور. في بعض الناس اللي كانت بتعتقد ان المشروع ده محض خيال علمي، ما نقدرش نقول النهارده سنه 2020 ان هو خيال علمي، كان ممكن نقول الكلمه دي من 15 سنه فاتت، فعلا كان يعتبر مشروع طموح خيال علمي، لكن النهارده بالتكنولوجيات اللي اصبحت متاحه لا الموضوع ما بقاش خيال علمي، متوقع في خلال السنين اللي جايه هيبقى بنسبه من 80 ل 90% من التكنولوجيات الخاصه بيه مقابله للتنفيذ. الكلام ده برضه يا جماعه اللي بتكلم عليه السبيس اليفيتور الخاص بكوكب الارض. لو انت هتطلع سبيس الفيتور او مصعد من الارض للجيوستيشن اوربت على التكنولوجيا بتاعت النهارده على الارض تعتبر في بعض التحديات، لكن لو ناقشنا نفس المشروع، والحقيقه انا في ايديا مشروع حاليا المفروض تسليمه ان شاء الله في شهر 6 اللي جاي، لا سوري مش شهر 6 شهر 9 اللي جاي، سبيس الفيتور بس مش للارض للقمر،
القمر التكنولوجيا كلها متاحه، كل الصناعات الموجوده متاحه، مشكلتنا الوحيده بس انها تكلفتها تكون عاليه شويه، لكن متاحه التكنولوجيا، ما عندناش اي مشكله ولا في اي تحديات في ان احنا ننفذ نفس المشروع ده على القمر. فانا في بروبوزل ان شاء الله هقدمه في شهر 9، وبعديها لو سمحت لي الناس الجهه يعني المؤسسه اللي انا ببعت لها ان انا انشر بعض الصور، حاول ان انا اشاركها معاكم ان شاء الله. طيب الفكره كلها كانت فكره مجنونه لواحد عالم روسي اسمه كونستانتاين سنة 1895، بعد ما شاف كده برج إيفل وتأثر بيه، قال لك هو احنا لو عملنا برج كبير قوي قوي حطينا في اخره كده قلعة، ممكن نقدر نعمل زي مصعد للفضاء. دايما طبعا الانديفر بتاع الانسان وطموحه دايما لكل ما بيتطلع للسماء عايز يوصل لأعلى وأعلى وأعلى لحد ما يوصل يعني لأعلى نقطة ممكن يوصلها، لحد ما وصلنا للقمر، ودي كانت اخر كوكب وصلنا له واخر حدود وصلنا لها في الفرونتيرز بتاعتنا. فالفكره طبعا سنه 1895 كانت الناس بتعتبرها خيال علمي، بيكتبوا عنها روايات، لكن عموما ما نستبعدش ابدا انها تحصل. بدليل جولي فيرن كاتب الخيال العلمي الشهير في يوم من الايام، برضو اعتقد كانت 1800 يمكن او 1700، اعتقد 1800، تخيل ان احنا ممكن نعمل تانك حديد ونحط فيه الناس وننزله تحت اعماق المايه. بعديها ب 200 سنه اخترعنا الغواصه، فكان كلامه مش خيال علمي، اتحقق. بعد كده قالك احنا ممكن نعمل برضو تانك تاني حديد ونطلقه ناحيه القمر. سنة 1969 فعلا نجحت ناسا انها تطلع باز ألدرين والتاني أرمسترونج على سطح القمر، ونزلنا فعلا على سطح القمر. فللناس بتشوفه خيال علمي من سنين، هو مش خيال علمي، هو ممكن لما التكنولوجيا تكون متاحة ونقدر ننفذها هتتنفذ. لكن هي الفكرة كلها بتبدأ في وقت من الأوقات بفكرة خيالية. جاك مؤسسة جاك روجيري اللي أنا برضو الحمد لله ترشحت فيها كأمباسدر أو سفير ليها، دي وجهة نظرهم، قال لك إيه يعني فكر دلوقتي وخليك كرياتيف وما تشيلش هم بكرة، إلا ممكن في يوم من الأيام في عمرنا أو في عمر حتى أحفادنا أو يمكن في جيل من الأجيال اللي يجي بعدنا ينفذ الموضوع ده. ففكر حتى لو الفكرة مجنونة، وتأكد أن ممكن في يوم من الأيام نقدر نوصل للتكنولوجيا لتحقيق هذه الفكرة. فالمبدأ العام أن أي فكرة بيتم تناولها محدش ياخد على انها خيال علمي، بس انت اعتبر ان لها تايم تيكت، وقت زمني معين، اول التكنولوجيا ما تبقى متاحه لتنفيذها هيتم تنفيذها. طيب الاوربيتال اليفيتور هي الفكره كلها، احنا ليه بنعمل اليفيتور؟ هي الفكره كلها ان احنا عايزين نوصل لمكان في الفضاء عالي. طيب ما احنا عندنا تكنولوجيا متاحه، عندنا صواريخ، ممكن نطلع اي صاروخ بسهوله ونقدر نطلع بسهوله. مشكلة الصاروخ انها مكلفة جدا جدا، وما بنقدرش نطلع الصاروخ ده، لازم عشان نصنع صاروخ ممكن تاخد 6 سنين 7 سنين 10 سنين على حسب حجم الصاروخ ده والتكنولوجيا اللي موجودة فيه، فبياخد تصنيعه وقت ضخم جدا وبياخد تكلفة ضخمة جدا. غير لما يكون عندك مصعد في الفضاء، يعني تقدر تطلع في خلال اسبوع او اقل من اسبوع، من 3 ايام لاسبوع على حسب العلماء يعني ما بيتكلموا مع بعض، قالك من المينيمم 3 ايام، ممكن اسبوع، ممكن لو السرعه زادت، هم بيتكلموا دلوقتي على سرعه في حدود ال 200 كيلو تقريبا، تقدر تطلع بالمصعد ده من الانكر بتاعتك او المحطه الارضيه للمحطه اللي فوق في الجيوستيشن في خلال 3 ايام، وممكن تعمل في خلال الاسبوع 3 رحلات. فثلاث رحلات في اسبوع ده تعتبر طبعا يعني اتشيفمنت رهيب جدا جدا. اي دوله حبيت تعمر يعني على مستوى التاريخ الارضي اللي احنا اتعلمناه من التاريخ هنا، اي دوله عايز تربطها عايز توصلها اعمل فيها خط قطر، اعمل فيها سكه حديد. اللي ربط الايست كوست والويست كوست في امريكا مثلا بعد ما عملوا السكك الحديديه اللي كانت موجوده سنه 1800 في القرن 19 في امريكا. فانت لو قدرت ان انت تعمل حاجه زيها، مصعد الفضاء ده صحيح احنا بنقول عليه ان هو مصعد، لكن هو اشبه ما يكون بمحطه قطار او بخط قطر. فخط القطر اللي موجود ده او خط القطار اللي موجود ده هيقدر ان احنا نربط كتير ما بين فوق ما بين تحت. طيب احنا ليه عايزين نطلع فوق؟ ليه وجع الدماغ ده؟ وليه هنتكلف هذه التكلفه الكبيره جدا عشان نقدر نطلع فوق؟ بداية كده لو انت بتتكلم على الامباكت الاقتصادي او المردود الاقتصادي منها، خد عندك كده على سبيل البداية، يعني لسه في كل يوم حاجة جديدة، بس بداية الطلبات اللي مطلوبة مننا حاليا عشان نقدر نستفيد بينها في الفضاء فوق، اول حاجة المراقبة بتاعة الويذر، مراقبة الداتا، مراقبة اي حاجة بتتم على سطح الارض. الساتلايتس صحيح بتخدمنا في الموضوع ده، لكن الموجود مصعد الفضاء ده معناه انك ممكن في اي نقطه من هذه النقط تعمل ستيشن وتقدر تطلق منها اي ساتلايت بعد كده. انت مش بحاجه لروكتس. الروكتس دلوقتي لو عايزين نطلع كيلو جرام بيكلفنا في حدود من 15 ل 20 الف دولار، ده انت ممكن مصعد الفضاء يطلع لك الكيلو جرام الواحد ب 200 دولار، بدل ما كانت 20 الف دولار تبقى 200 دولار. التكلفه الفرق الكبير ده هيخلينا نقدر نعمل مصانع كامله فوق، ممكن نعمل مصانع. طب ايه نوعيه الصناعات اللي احنا ممكن نعملها في الزيرو جرافيتي؟ اغلبها لحد دلوقتي العلماء بيتكلموا عليها هي صناعات طبيه،
من اول 3 دي برينتنج لاجزاء من العظام واجزاء من العمود الفقري واجزاء من الليفر او الكبد والرئه والاعضاء المختلفه للجسم. دي بتحتاج 3 دي برينتنج، زيرو جرافيتي 3 دي برينتنج، طباعه ثلاثيه الابعاد في بيئه فيها انعدام للجاذبيه. والبحث العلمي شغال، واحنا بنتكلم دلوقتي لصناعات اغلبها طبيه، صناعات كتير جدا جدا ممكن تتم فوق. طيب الصناعات دي يعني مش موجوده اصلا، مش هنقول موجوده على الارض وغاليه، لا هي مش موجوده بالكامل. احنا عندنا 3D printing، لكن اي 3D printing انت بتعملها هي متاثره بالجاذبيه الارضيه، والناس حتى اللي عندها يمكن 3D printers فاهم القصه دي، وايه هي درجه الحراره والسرعه المناسبه للراوتر بتاعك اللي بتشتغل عليه عشان تقدر تطبع، لكن فكرتها فوق مختلفه. لو الموضوع تم تطويره بصوره اكبر واكبر، ممكن نعمل مستوصفات ومستشفيات للعلاج لامراض كتير جدا في العمود الفقري وامراض كتير جدا في انعدام الجاذبيه، نقدر ان احنا نعالج بها المريض، نقدر نعالج بها الناس، فممكن ننقذ حياه كتير. ممكن بقى صناعات تانية كيماويه وصناعات هازاردس وصناعات اللي هي الخطيره للمسببه للاشعاعات، نقدر نطلعها فوق في الفضاء عشان نسيب الارض مكان نظيف ما نلوثوش. ولو حصل عايز انك تتخلص مثلا من اي مخلفات نوويه، من السهل جدا تطلعها في مصعد الفضاء وترميها في الديب سبيس او في الجريف يارد اوربت. فاكرين الجريف يارد اوربت اللي احنا اتكلمنا عليه شويه من شويه، كنا بنتكلم على مدار بنرمي فيه الزباله بتاعتنا ورا الجيو ستيشن، فانت ممكن بعد ما توصل للمصعده تعملها فايرنج وتقدر ترميها في الديب سبيس. الديب سبيس اصلا هو كله اشعاع بسبب الالفا والبيتا والجاما ريز، فلو هترمي فيها اي مخلفات نوويه انت مش بتلوث السبيس ولا حاجه، ده هو اوريدي اشعاعاته اعلى حتى من المخلفات النوويه. فخد عندك بقى حاجات كتير جدا جدا نقدر ان احنا نستفيد بيها فكره مصعد الفضاء. ففي حاجه انسانيه وفي حاجه لتقدم العلمي ان احنا نوصل بهذا المشروع لنهايته. طيب فكرته، تعال كده نبسط الفكره. واحنا صغيرين كلنا كنا دايما بنحب نجيب لعبه كده ونربطها بحبل وبنلفها. لما بتمسك اي لعبه وبتقعد تلفها بسرعه عاليه جدا، في قوه بتنتج على اللعبه ديت او على التوي دي اسمها سنترفيوجال فورس او قوه الطرد المركزي. انت دلوقتي بتحرك اللعبه دي في شكل دايره فبتتحرك بسرعه. ليه مش بتقع منك على الارض؟ ليه الجاذبيه بتاعت الارض مش بتشدها لتحت؟ لان مع السبيننج العالي ده في قوه تانية بتنتج عايزه ترمي اللعبه دي لبره، لكن اللي حيشها او اللي ماسكها هو الحبل اللي موجود عندك. دي فكره مصعد الفضاء، دي الفكره ببساطه بتاعت مصعد الفضاء. لو تخيلنا ان بدل ايد الولد اللي بيلعب ديت هي الكره الارضيه، الكره الارضيه اصلا هي بتلف بسرعه عاليه حوالين نفسها، وده الكابل الخاص بمصعد الفضاء، وفي النهايه هنا عندك الستيشن او المحطه بتاعت مصعد الفضاء. مع السبيننج العالي بتاع الارض هي بتشد الكابل ده، فبالتالي بيشد او ماسك اللعبه دي. في قوه طرد مركزي ناتجه من الجيو ستيشنري اوربت، فممكن تشد اللعبه دي لبره، لكن في نفس الوقت الكابل ماسكها لجوه، فحصل بيحصل اتزان. الاتزان ده هو اللي بيخلي الاوربت ده واقف. يبقى انت ماسكه من تحت وفي قوه طرد مركزي موجوده من فوق، في كاونتر ويت موجود، فده اللي بيعمل لك اتزان عالي وبيعمل لك اتصال في نفس الوقت ما بين المحطه الارضيه وما بين المحطه الفضائيه. طيب تخيل ان في نمله بقى على ايد الولد ده، وبتطلع النمله دي اللي هو ان شاء الله هنكون حضراتنا وحضراتكم، اللي هي المصعد نفسه. المصعد اللي بيتحرك على الكابل ده هو مش حاسس لا بالحركه اللي فوق ولا عنده فكره عن الحركه اللي تحت، هو بيتمشى على حبل بالنسبه له ثابت. فهي دي الفكره بتاعت المصعد اللي هيبدا يربط لك ما بين المحطه الارضيه وما بين المحطه الفضائيه، هيطلع على نفس الكابل ده وينزل على نفس الكابل تاني ببساطه. طيب هتقابلنا مشكله، في مشكله صغيره عشان نقدر نعمل التوازن ده. اكتشفوا كده العلماء ان التوازن ده بيوصل عند كام؟ 42000 كيلومتر بالظبط. عشان يبقى في تعادل ما بين قوه الجاذبيه وقوه الطرد المركزي، انت هتوصل لنقطه التعادل دي لازم تبقى على بعد 42000 كيلو من الارض. طب بس الجيو ستيشنري او عشان تبقى انت ثابت في مكانك في الجيو ستيشنري ده 35000 كيلو وشويه وكسور، اولموست او قرب 36000. لكن عشان تعمل التوازن انت محتاج توصل لكام؟ ل 42000. يعني ده معناه ان انت عندك في فرق بين الاثنين كبير. قال لك نعمل ايه؟ خلاص قال لك بالحل ببساطه، هنحط الاستيشن بتاعتنا اللي هي بنعتبرها جيو ستيشنري في هذا المكان، لكن هنمد الكابل بتاعنا من بعديها ونعمل حاجه اسمها كاونتر ويت او وزن تاني اضافي عشان نقدر نعمل عمليه التوازن. فيبقى الوزن الاضافي ده بقوه الطرد المركزي بتشد لبره وقوه الجاذبيه تحت بتشد لتحت، فيبقى عندك هنا في توازن في الجيو ستيشنري ايرث اوربت. بس ما ننساش ان طبعا دي سرعتها هتبقى ابطا بكتير من سرعه الجيو ستيشنري، لكن ستيل هي عامله لك الكاونتر ويت الخاص بيه. طيب تنتج عندنا هنا بقى ايه تحدي تاني؟ ايه هو الكابل اللي هنقدر نوصله من الارض لحد الحبل اللي هنوصله من الارض لحد المسافه دي كلها؟ هنشوف دلوقتي مع بعض.
يبقى احنا كده لخصنا القصه ببساطه. انت محتاج الجيو ستيشن بتاعتك تقريبا على ارتفاع 36,000، لكن ما ينفعش تقف لوحدها، فهتضطر ان انت تعمل امتداد تاني الكاونتر ويت لحد ما توصل لل 42,000 بتاعتنا. الجراوند ستيشن والكارج والارث دي تقريبا العناصر اللي احنا بنتكلم فيها. يبقى انت عندك واحد الجيو ستيشنري، وده فيه تحدياته الخاصه بيه او تصميمه الخاص بيه هنتكلم عليه. التذر او الحبل، وده ليه مواصفات تصميميه وفيه تحديات قابلتنا فيه. المصعد نفسه اللي هي الكارج، ازاي هنقدر نعمل له باورنج، دي التحديات الموجوده فيه. والجراوند ستيشن نحط فين الجراوند ستيشن وفين المكان الامثل ليها، وفي مشاكل برضو خاصه بيها. لكن هو عموما بدايه لو هننزل بقى من تحت لفوق كده، الجراوند ستيشن المكان بتاعها اللي لازم تكون موجود فيه لازم يكون على الاكويتر او على خط الاستواء، عشان تقدر تحط الستيشن بتاعتك في الجيو ستيشن اوربت تبقى تقريبا على نفس التماثل والسينكرونايزيشن ما بينها وما بين الارض. يبقى لازم المحطه الارضيه بتاعتك تكون في خط الاستواء على مدار الارض كله، اي مكان على خط الاستواء يصلح، والجيو ستيشنري في المدار بتاعها. ده كده يمكن انيميشن صغير بس بيفهمنا الفكره. انا اعتقد شرحت اوريدي الموضوع ده، ندخل لبعدها. برضو اتكلمنا على القصه ديت اللي في النص، السبيس شاتل دي التكنولوجيا المتاحه حاليا. تقريبا وزن الكيلو عشان تطلعه لللو ايرث اوربت 16,000، والله حبيت تطلعه للجيو ستيشنري سعر الكيلو تقريبا هيكلفنا 28,000 دولار، وسرعته القصوى 27,000 كيلومتر بير اور. ده السبيس شاتل دي التكنولوجيا المتاحه حاليا. ايلون ماسك والسبيس اكس بتحاول انها تطور الى هيفي فالكون او الفالكون هيفي. يمكن الناس فيكم اللي متابعين شويه الموضوع ده هتبقى عندها فكره. الفالكون هيفي ده اعتبروه من اعظم الاختراعات الموجوده، ليه؟ لانه بيعاد استخدام الصاروخ بتاع الفالكون هيفي بتاع سبيس اكس. السبيس شاتل دي وان يوز، بتستخدم مره خلاص، كل الجزء اللي تحت ده بيتم التخلص منه في السبيس. الوحيده اللي بترجع هي الطياره اللي فوق او الشاتل اللي فوق بيرجع، وده انا زرته في امريكا الحقيقه شفتها، هي استخدمت مره ونزلوا الكرو فعلا خلاص خلصت استخدامه. الفالكون هيفي ثلاث مراحل او ثلاث اجزاء، الاجزاء التلاتة كل واحدة بتنزل في سايت مختلف، لكن عموما بتنزل تاني لو تقدر تجمعها يعاد استخدامه، فبالتالي قللت تكلفة النقل جدا جدا. بدل ما كان الكيلو الواحد لللو ايرث اوربت 16,000 دولار، وصل تقريبا ل 1400 دولار، فده يعتبر يعني رقم قليل جدا. بدل ما كانت الجيو ستيشنري ايرث اوربت الكيلو فيها بيكلفنا 28,000 للكيلوجرام، اصبحت 3000 دولار للكيلوجرام. طب السبيس اليفيتور كسر لك كل اللي فات. باختراع السبيس اليفيتور اصبح الكيلو 220 دولار للكيلوجرام الواحد. صحيح سرعته اقل شويه بس مش هتفرق معانا كتير السرعه ديت، المهم ان هو سرعه التكلفه دي تفتح قدامنا المجال ان احنا نعمل صناعات كتير جدا، ونقدر يعني حياه جديده هتتفتح، تكنولوجيا جديده هتتفتح، افاق جديده للانسانيه كلها هتتفتح بسبب وجود السبيس اليفيتور. طيب تعالوا ندرس الكومبوننتس بتاعتها. والصوره اللي قدامنا دي بالمناسبه مش سبيس اليفيتور بالكامل، دي خليط ما بين الفون براون رينج وما بين السبيس اليفيتور، دي يعني كذا تكنولوجيا في بعض. اللي فيكم حابب انه يحضر هذا الكورس ان شاء الله انا هحاول انزله اونلاين. المفروض بعد الكورس ده ما يخلص هتبقى عندك القدره تفهم يعني ده كل جزء من هذه الاجزاء يعني ليه مصممه بالطريقه دي، وتحكم على الامور هل ده التصميم فعلا صحيح ولا خاطئ، واللي كان ممكن يبقى التصميم افضل ازاي. ممكن لو اتفرجت بعد كده على اي موفي او اي فيلم حتى هتعرف اذا كان الناس دي بتهجس ولا بتتكلم بجد فعلا وصادقين في التصميمات بتاعتهم واقعيه ولا غير واقعيه. طيب مبدئيا زي ما قلنا قبل كده في عندك اربع عناصر اساسيه. الانكر ده اللي هو زي الخطاف بس هم بيقولوا عليه خطاف، هو الارض او الجراوند ستيشن، المحطه الارضيه دي اللي انت لازم تثبتها على الارض عشان تفضل ماسكه الحبل وماسكه كل الوزن اللي فوق. طبعا ده معناه ان لها اساسات مختلفه عن كل الاساسات بتاعتنا للمباني التقليديه اللي احنا نعرفها. انت لما بتيجي تصمم اي مبنى على الارض انت بتعمل اساسات عشان تقوم ان المبنى ده ما يختصش جوه الارض او يبقى ليه ويت في الارض. لكن تصميم الانكر هنا لازم يكون بالعكس، انت هنا اساساتك كانها زي شنكل او زي خطاف بيمسك في الارض عشان الكابل ده والمحطه دي ما تهربش من الارض، فانت ده معناها بتشدها لتحت. يعني عكس كل المباني اللي احنا نعرفها وعكس كل التقليد اللي احنا نعرفه، انت لما بتعمل اللايف لود والديد لود، والمهندسين الانشائي حتى يبقوا فاهمين كلامي، ده اللايف لود والديد لود عشان تقاوم وزن المبنى ما يغطس او ما يغصش جوه الارض. لكن في الانكر انت بتعمل العكس عشان المحطه دي كلها ما تطيرش في السماء. الكلايمبر او اللي هو المصعد نفسه، طبعا انا بقول مصعد ده مجازا لكن هو مش هيكون مصعد، ده هيكون زي محطه مركبه فضائيه سبيس شاتل بالكامل لكنها باورد او مثبته على الكابل. التيذر او الكابل نفسه اللي هيربط لنا المحطه الارضيه بالمحطه الفضائيه، لحد هذه اللحظه
او يمكن نقول من ايه من 5 سنين من 2015 ما كانش عندنا فيه كابل متاح ممكن نقدر نستخدم فيه نستخدمه نعمله عشان نصنع بيه السبيس اليفيتور، لا بالحديد ولا باللسان ولا في اي ماده معروفه، الى ان ظهرت عندنا بعض التكنولوجيات النانو تكنولوجيز اللي هقولها ان شاء الله يعني قدام شويه. وطبعا في الاخر انت عندك هنا حاجه اسمها السبيس ستيشن بقى، او دي محطه فضائيه طبعا مغلقه بالكامل، بتقاوم الاشعاعات الخارجيه، بتقاوم السبيس ديبري، بتقاوم فيها زيرو جرافيتي، بتقاوم حاجات كتير جدا، وفي برضه بعض التحديات ان شاء الله هنتناقش فيها ليتر. نبدا اول زي بدء كده بالتيذر او بالكابل. الكابل هو الاساس بتاع الموضوع كله، اي حاجه تانية متاحة ان احنا نصنعها، عندنا التكنولوجيا الخاصة بتصنعها، ما عندناش اي مشكلة فيها. المحطة الارضية نقدر نعملها، المحطة الفضائية نقدر نعملها، المصعد حتى نقدر نعمله. مشكلتنا فعلا الاساسية اللي كانت بتأخرنا هي الكابل ده. طيب ايه بعض التحديات اللي هتقابلنا في الكابل؟ في بعض التحديات اللي ممكن على الارض نشوفها، في بعض التحديات الاخرى اللي هنشوفها في السبيس. ما ننساش يا جماعه التحدي الاساسي ان الكابل ده واخد جزء منه من الارض، يعني نفس الاتموسفير بتاع الارض، لحد ما بيوصل في الاخر للاتموسفير بتاع السبيس اللي هو مختلف تماما تماما في كل حاجه عن الارض. فانت بدايه وانت على الارض انت اكيد عندك ويند، رياح، او احنا بنسميها حتى اخواتنا الجماعه الانشائيين يقول لك عليها اللاترال فورسز او القوى الجانبيه، ممكن تبقى ويند او لا قدر الله لو في زلازل اي قوه جانبيه هي اكيد بتاثر او بتضعف من كفاءه او بتعمل احمال زياده على الكابل ده حتى لو صغير. الكابل ده على فكره مش هيبقى صغير قوي، محدش يفتكر انه كابل يعني سمكه سنتي ولا 2 سنتي، ده بيقال انه بدايه من 10 متر وزياده ممكن يطلع يعني. طبعا في كوروجن بسبب العوامل الجويه اللي على الارض، في تاكل على حسب الخامه، لو انت بتتكلم في طرق تقليديه زي الستيل ده هيتاكل طبعا بسرعه عاليه جدا. عندك الاكستريم ثيرمال فلكشويشنز، انت عندك جزء على الارض بدرجه حراره على الارض اللي هي في حدود مثلا نقول كام درجه حراره 30 25 45 ماكسيمم، دي درجه حراره في الصيف بتكون موجوده على الارض. مجرد ما بتبدا تطلع درجه الحراره بتنزل تنزل تنزل لحد ما توصل في بعد اللو ايرث اوربت بتبقى ماينس 200 وشويه 235 يمكن. فطبعا يبقى نفس الكابل ده جزء منه درجه الحراره بوزيتيف 45 وجزء نهايته ماينس 235، عم عمليات التمدد والانكماش هتاثر لك او هتضعف لك برضه من التيذر الموجود. اخر شيء طبعا الموفينج لودز اب اند داون، المصعد اللي بيطلع ده ما هو بيطلع يبقى بيحمل وزن عالي جدا على الكابل لان بيقاوم الجاذبيه، بيطلع لفوق فبيشد منه، فدي الاحمال الرئيسيه اللي موجوده. يبقى انت عندك احمال جانبيه، عندك احمال رئيسيه، عندك درجه حراره، وعندك كوروجن. وعموما اي مشاكل تانية الجماعه اللي بيصمموا السكاي سكريبرز تقدر كمان تدخلها معاك في هذا المجال. طيب خرجنا خارج النطاق الارضي، طلعنا في اللو ايرث اوربت اللي نعتبر فيها في اتموسفير بس ضعيف جدا جدا، الاكسجين شبه منعدم، مش هنقول منعدم 100% شبه منعدم، الضغط قليل جدا، وضع تاني. عندك بقى طلعت فوق عندك راديشن، اشعاعات، الاشعاعات دي حارقه جدا جدا لدرجه ان لو عندك مثلا سولار فلير، السولار فلير دي تخيل لا سمح الله لو حد حط ايده مثلا جوه المايكرويف مش هتقدر تتحمل 10 ثواني حتى ايدك تتحرق. فتخيل ده بقى موجود سنين في نفس الراديشن. الراديشن عموما نوعين او ثلاث انواع، السولار فليرز اللي هي الضربات الشمسيه، لو عندك عاصفه شمسيه هبت مثلا بتوصل لنا بعد 8 دقائق تقريبا فيها كم راديشن ضخم جدا، والسولار فلير زيها زي اي فليرز بتيجي من اي نجم، من ممكن النجوم حتى اللي خارج المجموعه الشمسيه تدي لك برضه راديشن، او الراديشن الكونيه اللي هي الكوزميك راديشن اللي هي موجوده 24 ساعه من غير وجود اي شمس، اللي هي بنسميها الالفا والبيتا والجاما ريز. طيب الاشعاعات دي درجه حراره عاليه بتضرب السلك بتاعك، ممكن تعمل كمان شحنات كهربائيه عاليه جدا عليه. الميتيورز او الجزيئات الصغيره، ممكن تبقى الميتيورز بدايه من قد حبه الفاصوليا كده، قطعه حجر بتطير في الهواء الحاد وتوصل لكويكب صغير، ممكن تصادف ان يبقى في ميتيورز بتضرب فيها. الميتيورز دي بتبقى زي تقريبا طلقات الرصاص، دي سرعتها الضخمه جدا مدمره جدا جدا، وهنشوف حتى في تجارب اتعملت عشان يشوفوا بس الامباكت بتاعها، هفرجكم عليها ان شاء الله في السلايدز اللي جايه. لو كبرنا بقى شويه الميتيورز دي نقدر نقول انها اشياء طبيعيه، لكن في كمان عندنا السبيس ديبري او الزباله او الويست اللي احنا بنطلعه. كل صاروخ كان بيطلع من الخمسينات او الستينات القرن الماضي كان بيسيب بعض السبيس ديبري في الفضاء معلق، فالسبيس ديبري ده مازال موجود وده برضه خطير جدا. اخر حاجه عندك التنشن لودز او المحطه اللي فوق اللي هي بتبقى فيه جاذبيه سنترفيوجال فورس، قوه طرد مركزي بتشد الحبل بره فهي برضه بتسبب ضغط على هذا الحبل. دي كده التحديات اللي قدامنا الخاصه بالكابل. فطبعا انت بتتخض لما تشوف كل هذه التحديات، ده كده
كونسبتشوال جدا. انا لو خدت اي واحده من دي وبدينا نفرد فيها دي ممكن محتاجه محاضرات في حد ذاتها. لكن هو باتم لاين هنا او خلاصه الكلام يعني، هل في تكنولوجيا متاحه نقدر نصنع بيها هذا الكابل؟ الحقيقه هو فيه. بدانا او بدا العلماء كده يدرسوا الجرافين، لقوا ان الجرافين المولكيولار ستراكشر بتاعه والتوزيع الذري واعد جدا وفيه امكانيات وبوتنشال جميل، لكن ستيل غير كافي. اتطور الموضوع بعد كده، بدينا نفكر في الدايموند نانو ثريدز، وبعد كده وصلنا في للبورون نيترايد نانو تيوبس، كل دي تكنولوجيات نانو، لحد ما وصلنا في الاخر للتكنولوجيا اللي ممكن تحقق لنا فعلا من هذا الموضوع، ولقينا ان عندنا الكربون نانو تيوبس. ولو بحثت في مصعد الفضاء هتلاقي ان مصعد الفضاء الناس بدات ترجع تفكر فيه تاني، وبدات بعض الشركات اليابانيه والامريكيه فعلا في يعني في وضع خطط زمنيه للمشروع ده لتصنيعه بعد ما اكتشفنا الكربون نانو تيوبس. الحقيقه هو الكربون نانو تيوبس يعتبر تقريبا اقوى من الستيل، مش فاكر من اول 100 مره لحد ممكن يوصل ل 1000 مره على حسب نوع الكربون نانو تيوب اللي انت بتصنعه، سنجل وول ولا دبل وول ولا تريبل وول حتى. فالمهم ان التكنولوجيا دي متاحه. طيب احنا حاليا في واحنا بنتكلم دلوقتي تم تصنيع كربون نانو تيوب، اطول خيط صنعناه بالنانو كربون تيوب 2 سنتي. طبعا ده احنا لسه بنتكلم تهريج يعني لسه ولا حاجه. احنا محتاجين عشان نقدر نطلع او نقدر نصنع مصعد الفضاء، انت محتاج تقريبا من 96 الف كيلو ل 100 الف كيلو متر من كابل نانو تيوب عشان نقدر نطلعه فوق. فلكن ان عموما الناس والعلماء بيقول لك لا الموضوع جاي يعني هيتم تنفيذه، مش خيال علمي، لكن هو محتاج بعض الوقت عشان نقدر ان احنا نصنع الاطوال الضخمه دي. طبعا انا دايما بقول كلمه جماعه حتى للتلامذة والطلبه اللي عندي، we always use the space technology to serve earth first. اي تكنولوجيا انت بتصنعها للفضاء تاكد ان 100% دي بتفيد الارض قبل ما بتفيد الفضاء. احنا في حد ذاته تطويرنا التكنولوجيا الكربون نانو تيوبس دي، انت متخيلين يا جماعه في صناعه المعمار وصناعه الانشاءات هتقدر تعمل كابلات شكلها عامله ازاي، وتقدر تعمل كباري بسبانز ضخمه جدا، وتقدر تعمل حتى مباني بسبانس ضخمه جدا بتكنولوجيا بسيطه عملناها عشان بس نعمل كابل مصعد الفضاء. ده يفتح قدامنا افاق ضخمه جدا لو قدرنا ان احنا كمان الكربون نانو تيوب دي حولناها الى نسيج، يعني حاجه زي قطعه نسيج، ده انت هيبقى عندك اصلا اوجه من الاركتكتشر ومن العمران ومن العماره غير موجوده على الارض، ما لسه ما شفناهاش. هنقدر نعمل مشاريع سيفل كتير جدا جدا وتكنولوجيات كتير، ومنها العسكريه والطبيه والاقتصاديه والزراعه والصناعه. احنا كده كاننا دفعنا التكنولوجيا الارضيه لمده 20 سنه مثلا الى الامام باختراع واحد فقط من الاختراعات الخاصه بالعماره الفضائيه. فده اللي انا بقوله دايما، كل شيء بنعمله للعماره الفضائيه هو في الاول وفي الاخر بيخدم الارض قبل ما بيخدم الفضاء، والاثنين بيخدموا الانسانيه، التقدم الانسانيه. يعني سريعا كده لو انا جيت حبيت اشوف البريكنج لينث مثلا او حتى التنسايل سترينث بالام بي اي اللي هي الميجا باسكال، هنلاقي مثلا الستينلس ستيل اللي هو كان اكتر ماده بنستخدمها حاليا في اغلب الصناعات الكونستراكشن دي بنتكلم على 2000 ام بي اي. طيب الكربون نانو تيوب لو كان سنجل وول بنتكلم على 62000 ميجا باسكال، اضعاف اضعاف الستيل. فده يبين لنا مدى القوه اللي موجوده فيها. احنا لحد دلوقتي لو عايزين نعمل مصعد الفضاء ده على القمر مش محتاجين غير كيفلر. العلماء قال لك ان الكيفلر بالام بي اي بتاعه 3600 كافي جدا جدا عشان نعمل مصعد فضاء بنفس القوه اللي موجوده على جاذبيه القمر، لان جاذبيه القمر طبعا اقل من الارض 16.8% من جاذبيه الارض 16.8 of the earth gravity. فممكن بالكيفلر تكفينا، لكن انت لو عايز تعمل مصعد الفضاء للارض فانت محتاج كربون نانو تيوبس هتبقى اكبر شويه. دي التجارب المعمليه الاولى لتصنيع الكربون نانو تيوب. طبعا المولكيولر ستراكشر بتاعه عندك منه انواع برضو بدون الدخول في تفاصيل كتير، الارم شير او الزجزج او الجايرال. هو في واحد من دول اعتقد يمكن الزجزج هو اللي لقوا ان هو افضل واحد نقدر نصنع بيه، كمان ممكن يبقى سنجل وول دبل وول او حتى تريبل وول. التريبل وول هو اقوى نوع فيهم. فالمهم ان الصناعه دي واعده جدا جدا وممكن فعلا تحقق لنا الهدف بتاعنا. نيجي للعنصر الثاني، المحطه الارضيه او سوري المحطه الفضائيه، او حتى اذا كنت هتمد وتعمل كاونتر ويت. الحقيقه الكاونتر ويت او الوزن اللي فوق مش شرط ان وزن المحطه الفضائيه يكون كافي. فكتير من العلماء قال لك والله خلاص لو انت شايف ان المحطه الفضائيه دي غير كافي احنا ممكن نستعين باي استرويد ونقدر نربطه ككاونتر ويت ونستخدمه لو الكتله بتاعته او الماس بتاعته تكفي. ده كان يعني على هامش المحاضره بتاعت اليوم، ده كان تصميم ناسا كانت عملته اعتقد يمكن من 3 سنين 4 سنين تقريبا للمصعد الفضاء، وده التخيل اللي هم كانوا عاملينه.
ليه، بدون برضه الدخول في تفاصيل كتيرة. الناس بدأت أو بدأوا يحطوا فعلا مخططات ليه، لكن أنا بعتقد إن اليابان هي أكتر مخططات جادة في هذا الموضوع. ما ننساش اليابان دولة قوية وعندها محطة فضاء قوية اللي هي الجاكسا، فممكن الموضوع ده يعني يجي لهم دعم قوي. دي الفكرة ببساطة، احنا كده أخدنا التيذر أو الكيبل، المحطة بتاعتنا هنا الكاونتر ويت اللي هو ممكن يكون استرويد اللي هو باللون الأحمر ده، ممكن يكون امتداده عالي. الكابل اللي أنت محتاجه تقريبا بداية كده من يعني العلماء بيتكلموا من 96 ألف كيلو ل 100 ألف كيلو متر طول الكابل بتاعنا. دي المسافة اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب في بقى ميزة تانية موجودة في المصعد ده، احنا لو حطينا المحطة بتاعتنا زي ما قلنا في الجي اي او اكتشفوا انه ممكن ما تحتاجش تقدر تطلع صواريخ للمريخ. انت ممكن تيجي تبعد شوية عن الجي اي او، لقوا ان في عندنا اوربت تاني بيصلح اكتر للمارس ستيشن، يعني اي عايز حاجة اي محتاج اي حاجة تطلقها للمريخ انت ممكن تطلع في المارس ستيشن، وفي ميعاد زمني في ويندو اعتقد كل سنتين مرة في ميعاد محدد لو عملت فيه اطلاق او ريليز للشاتل بتاعتك من الوقت ده تقدر توصل للمريخ، بس لازم كل سنتين في الميعاد ده، كل سنتين بتطلعها توصل للمريخ بعد 6 شهور او 7 شهور تقريبا على حسب سرعتها. بعد كده لقوا ان الكلايمبر ده ممكن يعني كل واحده من دي ليها فايده، كل ارتفاع من ده ليه فايده مختلفه، الهاي ايرث اوربت ليه برضه فايده ثانيه، اللو ايرث اوربت ليه فايده ثالثه، فكل واحده من دي تقدر تعمل فيها مصنع بصناعه معينه، ممكن توصل بيها كمحطه قطر، هي فعلا كانها محطه قطر وستيشنز، وانت كل ستيشن من ديت ليها هدف موجود. نيجي بقى للمصعد نفسه كلايمبر، مشكلتنا الاساسيه والتحدي الاساسي في المصعد ايه؟ نوعيه الطاقه اللي انت هتعمل بيها باورنج للمصعد ده. ما ينفعش طاقه كهربائيه عاديه، مش ما ينفعش تحط بطاريه مثلا، ما ينفعش الكابل ده يبقى فيه اسلاك كهرباء، الموضوع ده غير متاح. في ناس كتير قالت لك والله ممكن بتطوير النيوكليير باتري، في دلوقتي ابتكروا موضوع النيوكليير باتريز، هل ممكن نعمل مثلا بطاريه نوويه؟ ممكن جدا جدا، لكن برضه الهازاردز بتاعتها عاليه. طب ايه الحل؟ في ناس تانية قالت لك والله نحط سولار بانلز هنا وهو طالع، في كل الاحوال انتوا عارفين كفاءه السولار بانلز بره بتبقى اعلى كتير جدا من على الارض، بسبب ان على الارض بيكون في الانفايرمنتال هيز او اللي هي الجزيئات المعلقه في الجو زي الاتربه زي الووتر فيبر، سحاب، غطاء من السماء، اي حاجه بتغطي السماء بتقلل من كفاءه السولار بانلز. لكن المصعد ده لان جزء من سرعته عاليه جدا، فمجرد ما بيطلع بره او يوصل لللو ايرث اوربت بتبقى كفاءه السولار بانلز اعلى كتير، فممكن تعملها باورنج، وده كان احد الحلول الموجوده. حل تاني قال لك والله طب احنا ممكن نعمل بيمينج، نعمل بيمينج من الارض للمحطه دي. البيمينج ديت عندك يا اما بالليزر باور او بالمايكرويف بيمز، طبعا الاثنين دولت يعني كويسين، بس برضه نفس المشاكل اللي هتقابلنا او التحديات اللي هتقابلنا عشان نحقق الهدف بتاعنا اللي هو 54 ميجا جول للكيلو جرام الواحد عشان نقدر نعمل باورنج كامل، ان ممكن يبقى في بعض الاتربه، ممكن يبقى في بعض السحاب، بيقلل من كفاءه الليزر باورنج وبيقلل من كفاءه المايكرويف بيمينج. المايكرويف مفروض ان كفاءتها اعلى شويه من الليزر باور، بس ستيل لو في عندك اي سحاب او اي غطاء بيغطي السطح الارض بيقلل عموما من كفاءه، بيعمل تشتيت ممكن للبيمز، مش هيخلي كفاءتها 100%، لكن ستيل اتس مانجبل، يعني احنا ممكن نتغلب على هذه المشكله، ممكن نحل. ممكن نعمل في الاخر بقى اللي هي رقم 3 ما كتبتهاش هنا اللي هو الهايبريد سيستم. هايبريد سيستم، فاحنا ممكن نحط بطاريه نوويه او حتى بطاريات نعمل باورنج للطاقه، ممكن نعمل السولار بانلز، ممكن نعمل كمان مايكرويف بيم. وهنا الاخر يعني حاجه العلماء فكروا فيها، قالك والله مش لازم يكون اليوني سورس او نفس مصدر الطاقه من تحت لفوق، انت ممكن يبقى مثلا اول 100 كيلو لهم مصدر طاقه بالمايكرويف بيم، بعد كده تقدر تعتمد على النيوكليير باتري، بعد كده اول ما توصل لفوق تشغل مثلا السولار بانلز، وهي عمليه الرجوع هتبقى مختلفه تماما، انت مجرد ما بس كسرت اللو ايرث اوربت ونزلت لحد اللو ايرث اوربت الجاذبيه الارضيه كافيه انها تسحب المصعد ده لتحت، بس يكون عندك المكابح عشان تقدر ان انت تهدي سرعتها شويه فما ينزلش بسرعه تسبب انهيار او يحصل كولابس فيها. فبرضه عمليه الباورنج دي لها سيستم انجينيرنج معقد، لها برضه علماء، لكن احنا يعني فهمنا كده بعض التكنولوجيات العامه اللي ممكن تهيئ لنا الفرصه ان احنا نصنعه او ننفذه ان شاء الله. دي اللي انا قلت عليها. طبعا كل ما يكون عندك باور ريسبتورز كمان حجمها اكبر، ده هيزود الويت، هيزود الوزن اكتر واكتر. ودي المشكله الحاليه اللي بتقابلنا في صناعه صواريخ الفضاء. صواريخ الفضاء انت تقريبا عشان تطلع يعني حاجه من 10% من الصواريخ محتاج 90% منه تقريبا وزنه بيكون كله وقود، فدي مشكلتنا الحقيقيه. فهي برضه نفس المشكله هنا، بس برضه ستيل انك مش هتاخد معاك خزانات وقود وهتعمل بينج، فانت كل اللي محتاجه بس ريسبتورز حتى لو حجمها او وزنها كبير ستيل لا تقارن طبعا بالمشكله الموجوده
في الصواريخ التقليدية. وصلنا كده لرقم 4 أو الأنكر أو المحطة الأرضية. ده بقى يعني أنا بعتبر هو المشروع كله الحقيقة معماري، ومجال الأركيتكتشر الحقيقة ما كانش حكر على صناعة الفضاء لحد فترة الثمانينات. بداية كده من ثمانينات القرن الماضي بدأت الناس تفكر، يعني من 40 سنة قال لك والله الموضوع ليه بس حكر على الانجينيرز، مهندسين وفيزيكس والماث. فلقوا بعد كده ان الاركيتكتس لهم دور مهم جدا والمعماريين لهم دور مهم جدا، بس ده ما يمنعش ان لحد النهارده لسه في برضه مشاكل بيننا وبينهم. انا فاكر لما كنت في امريكا مثلا كل ما اجي اقدم لهم بروبوزال كونسبت يقول لك والله ديد يو دو ذا ماث. الجماعه بتوع ناسا كانوا يعني مقرفين شويه، او مش عايزهم مقرفين، متعبين يعني. خاصه معايا يا جماعه عايز افهمهم، انا اركيتكت انا بحط الكونسبت ديزاين، لكن معايا تيم بيعمل الماثيماتكس والفيزيكس. فكل ما اقدم لهم كونسبت او مشروع لما كنت في لوس انجلوس يقول لك ديد يو دو ذا ماث. لما فعلا اكتشفت الموضوع ده مهم، لما الفريق معايا كان فريق فرنساوي كان هو ماسك حته الفيزيكس دي، كل ما يجي يعمل المعادلات والفيزيكس نكتشف فعلا عيوب تصميميه. لكن هي الفكره، طب ما احنا اوريدي على المشاريع الارضيه هنا في جدال او في برضو تعامل ما بين المعماري والانشائي. انت برضو كمعماري بتحط كونسبت، ممكن تبقى في بعض جزء منها غير واقعي، اخواتنا المهندسين الانشائيين يبدا يراجعك فيها يقول لك لا والله دي هيبقى صعب الاسبان ده، فتبدا تجادل معاه، تبدا تتكلم معاه لحد ما توصلوا الحل. فبدا المفهوم ده في امريكا ده او في على حسب مستوى تجربتي انا الشخصيه يعني، بدا المفهوم ده يكون موجود. لكن في نفس الوقت اخواتنا التانيين اللي كانوا معايا المهندسين الفيزيكس بتوع ناسا ما عندهمش الجلوبال ايمج او الهوليستيك ايمج زي الاركيتكت ما موجود. يعني انا كمعماري كان ممكن احط لهم التصور الكامل من المحطه الارضيه للمحطه الفضائيه للكابل الموجود بكونسبت واحده، وبعد كده هم يبداوا يعملوا الابوريتنج على الديتيلز ويبداوا يشتغلوا في الديتيلز بتاعتها. فعمليه التعاون طبعا مشروع بالحجم ده مفيش حاجه اسمها معماري وقاعد يرسم سكتش ويطلعوا فكره، ده بيبقى شغل تيم ورك وعلى اعلى مستوى من العقول بتتعامل في المشروع ده عشان تنفذه، وممكن ياخد سنين لتطويره، وممكن يعدي على اكتر من تيم، بيعدي بمراحل، كل تيم بيعمله تيستينج لجزء صغير من اجزاء المشروع. فده مشروع ميجر، مشروع ضخم جدا ومؤسسات وشركات بتدخل فيه. لكن هي اللي عايز اقوله يعني بوتوم لاين ان وجود الاركتكتس او المعماريين بجانب المهندسين يعني هو ده اللي خلانا الحمد لله نقدر النهارده يكون لنا تواجد ونحط بصمه قويه في هذا المكان. المهم الانكر ده بنسبه 90% هو مشروع معماري، مشروع كمحطه ارضيه. حتى الناس العلماء بيتوقعوا قال لك ان ده هيكون المزار رقم واحد. انسى بقى برج ايفل وانسى بقى روما وانسى الاهرامات وانسى كل المزارات السياحيه، المزار السياحي رقم واحد على مستوى العالم هيكون هو ده. الناس حتى تيجي تتفرج عليه هنا وتمشي، مش لازم يستخدموا المصعد نفسه. السياحه الفضائيه كل اللي معاه شويه فلوس وعايز يبدا يعمل اكسبيرينسنج للزيرو جرافيتي هيستخدم هذا المشروع. فطبعا ده هيفتح لنا زي ما قلنا افاق ضخمه جدا وكبيره جدا جدا. اول حاجه احنا محتاجين المصعد ده يكون في مكان بعيد عن العمران. تخيل لا سمح الله لا قدر الله في حاله سيناريو ان اتقطع الكابل ده، عارفين كده الكرباج لما حاجه بتيجي تنزل كده تضرب بالكرباج، تخيل الكابل ده كله لا سمح الله لو انهار وبالجاذبيه وقع على الارض. لو في عندك مساحه عمرانيه موجوده انت بتسبب كارثه على مستوى قومي، يعني كارثه ضخمه جدا جدا. بيقول لك يعمل ويبينج يعني اذا كانه بيضرب بالكرباج كده كل المساحه اللي موجوده حواليه. لو اتكسر لبعض الاجزاء اجزاء مختلفه كل جزء من هذا الحبل هينزل كانه سكينه كده هتنزل تقطع في اي عمران موجود. فطبعا ده محتاجين. طيب الاماكن الكانديديت ريموت ايلاندز، جزر في الديزرت، حتى في بعض الناس قالت لك والله ممكن نعمله في عرض البحر في عرض المحيط. المهم انها تكون بعيده عن العمران او بعيده عن الاماكن السكنيه عن المدن السكنيه. يعني حتى عمليه الوصول اصلا للمحطه دي محتاجه سفر، محتاجه ممكن يبقى في جنبك مطار قريب او ستيشن او مرفأ يعني قريب منه بحيث ان انت توصل بعد كده تبدا تزور المكان ده، او حتى لو عندك هدف انك تطلع فيه. المشروع اللي قلنا قبل كده اللي هو قابل للتنفيذ بالتكنولوجيا المتاحه اليوم هو طبعا اللونر سبيس اليفيتور. ده عندنا كل التكنولوجيا اللي نقدر نعمل بيها هذا الموضوع، لكن مشكلتنا انها هتكلفنا شويه فلوس ازيد، لكن مش زي السبيس اليفيتور بتاع الارض، في تحديات اقل بكتير. طبعا يعني هو في كونفرنس كتير وفي ناس كتير بدات تتكلم عليه من سبعينات القرن الماضي بدون الدخول برضه في تفاصيل كتير. لكن المميزات سريعا، ما عندكش سبيس ديبري، ما عندكش اي ويست حواليه، الجاذبية أقل بكتير من الأرض. في حالة لا سمح الله أي حوادث من أي نوع ما عندكش أي أضرار هتحصل، لأن القمر يعتبر صحراء، كوكب صحراء، يعني ما فيش عليه أي عمران من أي نوع. لكن مهم ليه؟ مهم جدا إن ممكن بعد كده أي سبيس ستيشن أو أي صاروخ تقدر تطلقه. أنت أساسا لو عملنا سبيس إليفيتور على القمر وعملنا سبيس إليفيتور على الأرض
مش محتاج اي صواريخ خلاص، انت هتطلع بالسبيس اليفيتور بتاع القمر، توصل للستيشن، تعمل منها فيهيكل صغيره تعملها فايرنج، تمشي في الاوربت بتاعها، توصل للاوربت الثاني الخاص بالمصعد بتاع الارض، ياخد مصعد الارض الطلبيه وينزلها على الارض. ده معناه ان عندك يعني محطتين قطار، وفي ما بينهم كده مدار برضو نقدر نعتبره يا سيدي محطه قطار تانية. فالفكره ان هتبقى انت عندك في كل شهر مثلا 4-5 رحلات ما بين القمر والارض. ده يعتبر بالنسبه لنا حلم، ده يعتبر بالنسبه لنا شيء يعني عمرنا ما تخيلنا ممكن يكون موجود. ده احنا بقول لكم من الستينات الف يعني 1900 واخر مره 72 كان عندنا زياره على القمر، من ساعتها عشان التكلفه ما عملناش حاجه. من سبعينات القرن الماضي النهارده سنه 2020 يعني نتكلم في 50 سنه ما عملناش اي رحلات للقمر بسبب التكلفه العاليه. فلما تيجي تقول لي بعد كده ان ممكن في شهر 4-5 رحلات ويبقى عندك صناعات على القمر، ويبقى عندك بعد كده تنقيب على الهيليوم 3 وكل المواد الموجوده وصناعات زيرو جرافيتي، يعني طبعا ده هيعمل لنا تقدم انساني عالي جدا جدا جدا. طيب هل في تحديات؟ في تحديات. ايه هي التحديات؟ رقم واحد، هتنقل معدات البناء وهتنقل التكنولوجيا دي من الارض للقمر ازاي؟ دي التكلفه اللي احنا بنتكلم فيها. الرقم واحد، انت ما عندكش اي انفراستراكشر من اي نوع على القمر، ده معناه ان كل الانفراستراكشر دي هتجيبها منين؟ من على الارض. ده هيتسبب في اكستريملي هاي كوست غير الارض. الارض طبعا انت بتبني اصلا من سطح الارض، فمن السهل تجيب حاجتك من الارض، لكن على القمر كوكب غريب لسه الموضوع طبعا مش متاح حاليا، يعني هيبقى متاح بطريقه مكلفه بس. لكن العلماء بعد كده فكروا وقال لك والله احنا ممكن لو قدرنا نعمل حاجه اسمها السلف ريبليكيتنج نانو بوتس ممكن نعمل الموضوع ده. الحقيقه انا مش عايز ادخل برضه في الموضوع ده مجال، او ده السلف ريبليكيتنج كونستراكتنج نانو بوتس دي هتبقى حاجه خاصه بالدايسون سفير، احد البنود اللي انا هتكلم عليه بس في موضوع تاني مش موضوع اللي. بس عموما هي المواضيع كلها بتخدم بعضها، يعني اي عنصر من عناصر العماره المداريه الفضائيه لو في تكنولوجيا هنا هي بتلاقي مستخدمه في اكتر من شيء. فدي الفكره ببساطه اللي احنا كنا بنتكلم عليها. في بعض الناس تانية اللي كانت افكارهم اكثر راديكاليه، مجانين اكتر يعني، قال لك والله احنا ممكن نعمل كابل ضخم جدا يوصل ما بين المون والارث. ولما بقول ناس مجنونه فدول مش ناس مجنونه، ناس كده قاعده على القهوه بتشرب قهوه شاي وتقول لك والله احنا هنعمل كذا، لا دول علماء عملوا بعض الحسابات الكالكوليشنز المبدئيه اللي ممكن تكون غير متاحه او غير منطقيه بتكنولوجيا اليوم، لكن ممكن في المستقبل تتحقق. لكن احنا ليه بنعتبرهم مجانين النهارده؟ عشان هي فكره جريئه مش اكتر. لكن الناس دي قالت لك والله احنا ممكن نعمل كابل طويل يوصل الاثنين دول، وبعد كده قال لك احنا ممكن يبقى حاجه بدل ما يبقى مثبت على الارض ومثبت على سطح القمر، لا يبقى هو بس يبقى كابتشرد جوه الجرافيتي بتاعه الارض وكابتشرد جوه الجرافيتي بتاعه القمر، بس ده اللي احنا محتاجينه. لكن مش محتاج حد يكون مثبت من ما بين الاثنين. بكالكوليشنز كتير وبفيزيكس من الكمبيوتر بتاعت ناسا ممكن في يوم من الايام نقدر ان احنا نعمل حاجه شبهها، او على الاقل لو ما قدرناش نعملها يكفي ان احنا نطلع من هنا سبيس اليفيتور، ونطلع من هنا سبيس اليفيتور، وبعد كده نرمي اي حموله من هنا توصل بعد فتره زمنيه للحموله للسبيس اليفيتور الثاني. وطبعا الموضوع ده محتاج يعني سوبر كمبيوترز عشان تعمل له كالكوليشنز نقدر نظبطها. لكن عموما زي ما قلنا قبل كده، ماده زي الكيفلر هي ماده متاحه حاليا وموجوده بتستخدم يعني كتير في صناعات كتير. قال لك الكابل بتاعنا للسبيس اليفيتور بتاع القمر ممكن يكفي ان احنا نستخدم فيه الكيفلر كماده للبناء. طيب احنا كده انتهينا مبدئيا من السبيس اليفيتور، وهنبدا نتكلم على السبيس تشالنجز. اي عماره فضائيه بقى سواء كان السبيس اليفيتور او اي مشروع فضائي، ايه التحديات الاساسيه، المشاكل الاساسيه اللي قبلنا؟ رقم واحد والمشكله الاساسيه اللي بتهدد حتى مستقبلنا في الفضاء بالكامل السبيس ديبري. الحقيقه كل ميشن كانت بتطلع، كل ساتلايت كان بيطلع، كل حاجه كانت بتطلع الفضاء، السبيس ميشن سواء كانت كرود او نون كرود او مان كرود او نون مان كرود، يعني كان باستخدام انسان هو اللي بيسوق الروكت ده، او كان كله عباره عن ارتفيشال انتليجنس بيطلع وينزل، جزء كبير بيصل الى 90% من الصاروخ ده كله بيتم القائه في الفضاء. في خلال الخمسين سنه اللي فاتت، صحيح احنا ما طلعناش القمر غير في الخمسينات، لكن احنا عندنا تقريبا 70 سنه قاعدين بنطلع في حاجات للفضاء وساتلايتس، والاف الساتلايتس موجوده في الفضاء حاليا، كل ديت عباره عن اجزاء الخاصه يعني بالمحركات بتاعت الصواريخ اللي طلعت وكده رميناها كلها في الفضاء. في كمان عندنا الميتيورز او المايكرو ميتيورز اللي بتيجي اصلا من الفضاء، الحجاره والكويكبات الصغيره الموجوده بجانب الاجزاء الصواريخ المفقوده، بجانب الساتلايتس اللي خلاص انتهى عملها او انتهى دوره حياتها، او حتى حصل لها حادث تصادم واتكسرت في الفضاء. كل الساتلايت بيتكسر بينزل 100 قطعه 1000 قطعه، كل دي سبيس ديبري.
ليه مسميات كتير عشان لو حد فيكو حابب انه يبحث اكتر: space junk, space pollution, space waste, trash, garbage, whatever. المهم كل دول احنا بنسميهم space debris. يعني هنا اعتقد ما فيش جديد، ده نفس السلايد اتكلمت عن الموضوع. احنا مشكلتنا طبعا space debris ده لو هنقول انه هو مرمي في low earth orbit او حتى في graveyard orbit سرعته عالية جدا، ممكن يوصل لسرعته 30 ألف كيلومتر per hour. طب السرعة العالية دي يعني هتفرق معانا؟ اه طبعا دي خطيرة جدا. سرعة بالمنظر ده يا جماعة، لو انت بتكلم على قطعة حجمها 1 سنتيمتر دي هتبقى زي بلازما جن. احنا الحقيقة ما عندناش لسه على الارض بلازما جن، احنا اخيرا المسدسات العادية ولا البنادق العادية سرعتها تقريبا تبقى دي ايه؟ من اول 600 متر في الثانية او يمكن سوري في الساعة كيلومتر، لكن دي انت عندك 30 ألف كيلو، دي سرعة ضخمة جدا جدا جدا. مفيش حتى أسلحة موجودة على الأرض بتدي لك كمية الطاقة التدميرية اللي موجودة من السبيس ديبري. أنواع السبيس ديبري عندك 2600 قطعة من أقمار صناعية مفقودة أو أقمار صناعي غير مستعمل، 10,000 قطعة أكبر تقريبا من حجم شاشة الكمبيوتر بتاعتك، 10,000، 20,000 قطعة حجم تفاحة وأكبر شوية، 500,000 قطعة يعني نص مليون قطعة في حجم البلي، عارفين البلي اللي بنلعب بيه ده؟ عندك البلي ده في حد ذاته كانت طلقات رصاص، عندك نص مليون رصاصة كده بتطير في الهواء، وعندك 100 مليون قطعة قد حجم البي اللي هي حجم حبة الفاصوليا. من أول رقم 4 اللي هي بتاعت الماربل، رقم 5 دي صعب إن الكمبيوتر بتاعت ناسا تعملها ديتكتنج، مش بيعملوا لها تراكنج. إحنا قدرنا نعمل تراكنج لواحد واثنين وثلاثة، يعني أنت متخيل إن كل الآلاف القطع دي بيعملها تراكنج ومعروفة موجودة فين وبتمشي في أي مسار وبتمشي بأي سرعة بيعملوا لها على طول ديتكتنج، لكن اصغر من كده اللي هي الحاجات رقم 4 5 دي صعب ان انت تقدر تعملها تراكنج. فالحاجات اللي هربت منك دي طبعا هتسبب لك كوارث، هتخسرك حاجات كتير. تعالوا نشوف عشان نفهم بس اللي انا بتكلم فيه. دي قطعه حجمها تقريبا 1.2 سنتيمتر يعني 12 ملي، يعني مشوها بسرعه اللي احنا بنتكلم عليها، وقال لك تعالى ندرس الامباكت بتاعها قد ايه. تقريبا الطول بتاعنا القطعة الالومنيوم ديت 18 سنتي، 18 سنتي سمك قطعة الالومنيوم خبطت فيها او ضربوا وعملوا فيها امباكت للقطعة الصغيرة دي ب 1200 ادت لك امباكت ضخم جدا زي ما احنا شايفين. طبعا احنا ما عندناش اصلا لحد دلوقتي اي صناعة حجمها او اي سبيس ستيشن عرضها 18 سنتيمتر، ما فيش، لكن عملت لك امباكت ضخم جدا وعملت حجمان انترنال جابس. الانترنال جابس دي قد تكون اخطر حتى من الامباكت الموجود، يعني عملت هنا امباكت او قوه تدميريه خارجيه وقوه تدميريه داخليه. لو القطعه اللي هي 1.2 سنتيمتر دي كانت اكبر شويه وصلت ل 10 سنتي تقريبا كانك لزقت كده على سطح السبيس ستيشن 7 كيلوغرام من التي ان تي، متفجرات التي ان تي. انت متخيل القوه التدميريه الخاصه ب 7 كيلوغرام تي ان تي؟ ده ضخم جدا، تدمر لك قطعه 10 سنتي بالسرعه العاليه دي خبطت فيها تعمل لك يعني قنبله او صاروخ صغير كده يدمر لك يعني الموضوع. دي المعادله الاساسيه، تعالوا كده نفهمها، الموضوع بسيط مش عايز الناس تتخض يعني منها. كايناتيك انرجي اعتبر يا سيدي انها الطاقه او القوه التدميريه الخاصه بيها. الطاقه بتاعتك دي بتشتغل ازاي؟ بتتحسب كالاتي: 1/2 الماس اللي هي الكتله مضروبه في السرعه سكوير. ده معناه ان السرعه بتاعتك كل ما تزيد بسيطه بتضرب في 2 فبتدي لك قوه تدميريه اعلى. يعني انت لو حتى الكتله صغيره كانت سنتي لكن سرعتها عاليه 30,000 كيلو، ده معناه ان القوة التدميرية ضخمة جدا جدا. لو قللت السرعة دي وكبرت الماس حتى الموضوع ده القوة التدميرية تنزل اكتر واكتر، لكن بسبب السرعة العالية مشكلتنا كلها في الفي سكوير. الفي سكوير دي هي اللي مسبب لنا القوة التدميرية العالية حتى الاجزاء الصغيرة اللي احنا بنتكلم فيها. طيب تعالى نكبر الموضوع، تعالى بقى نجيب دلوقتي كرة من البلاستيك حجمها سنتي يعني وزنها تقريبا 14 جرام ولا حاجة، 14 جرام صغيرة جدا، وحنمشيها بسرعة قريبة جدا من السرعة بتاعت اللو ايرث اوربت اللي هي 30,000 كيلو. لما عملوا التجربة المعملية دي التجارب بتاعت الـ ESA بالمناسبة أو الـ European Space Station وكالة الفضاء الأوروبية، وصلناها لـ 28,000 كيلومتر بير أور على ألومنيوم شيت 20 سنتي. أنت متخيل إن دي التدمير اللي حصل ده بسبب كرة بلاستيك سنتيمتر، 1 سنتيمتر 14 جرام ولا حاجة يعني، بس بسبب السرعه الضخمه جدا. قلنا قبل كده الكتله مش بنفس الهميه زي السرعه، السرعه بتعمل قوه تدميريه اعلى، فعملت لنا كل الكريتر او الفتحه الضخمه اللي انت شايفها دي في كتله قد ايه؟ 20 سنتي من الصلب من الالومنيوم. فانت متخيلين طبعا القوه التدميريه للسبيس ديبري. طب لو عندك بقى حاجه قد صاروخ مثلا بيمشي بنفس هذه السرعه، طبعا لك ان تتخيل. يعني مشكلتنا كمان ان احنا سنه عن الثانيه السبيس ديبري ده بيزيد،
كل شويه بيطلعوا صواريخ جديده، بيطلعوا ساتلايتس جديده. في دلوقتي سباق عالي جدا، كل الدول حابه انها تطلع صواريخها. ايران بتطلع، الصين بتطلع، الهند بتطلع. في مشكله حصلت من سنتين تقريبا لو انتم متابعين يعني اخبار الفضاء. طبعا الترند الجديد دلوقتي في العالم كله حاجه اسمها الاسلحه الفضائيه، وحتى امريكا اعلنت، ترامب اعلن انه عمل حاجه اسمها القوات الفضائيه، زي ما في قوات المارينز وقوات السلاح الجوي، في دلوقتي حاجه اسمها سلاح الفضاء، وتم تسليمه فعلا اسلحه كتير. فمن ضمن هذه الاسلحه مثلا معروفه اعتقد كانت الهند اللي عملتها، اللي هو القمر الصناعي المدمر او الباتريوت، القمر الصناعي المدمر. والصين برضه كانت عامله نفس المشروع بتاعي او مشروع مشابه. هو عباره عن قمر صناعي بيطلقوه، بيروح على اي قمر صناعي معادي بيلزق فيه ويعمل اكسبلودنج او ينسف القمر الصناعي. الناس في ده في حد ذاته يطلع لك كميه سبيس ديبري، عملت لك كده زي قفص حوالين الارض طبعا، وناس اشتكت وعملت مشكله، يعني كان مشكله كبيره بين الهند وامريكا في الوقت ده بسبب كميه الويست وكميه السبيس ديبري اللي ما كانوش قادرين يسيطروا عليها ولا يعملوا لها ديتكتنج. فالمهم اللي عايز اقوله ان احنا ممكن لو فضلت الموضوع كده بدون سيطره، احنا الحمد لله في مشكله في الجنس البشري ان احنا بنلوث اي حاجه موجوده، بحار لوثناها، التربه لوثناها، الهواء لوثناه، ودلوقتي الحمد لله احنا بنلوث كمان الفضاء. فالعلماء بيتوقعوا ان في خلال 10 سنين اللي جايه احنا كده كاننا حطينا نفسنا في قفص كبير، لا هنقدر نطلع من الارض ولا نقدر نجيب اي حاجه من فوق ولا تحت. انت كده حطيت نفسك في قفص لو الموضوع ده بدون سيطره، فدي تعتبر مشكله. طبعا بعد ما نعمل المشكله برضو احنا مبدعين جدا في ان احنا نبدا نفكر في حلول لهذه المشكله. يعني هنا مفيش جديد. طبعا مشكلة زي ما قلنا قبل كده انها شين رياكشن، مجرد ساتلايت واحد اتدمر هيطلع لك قطع شظايا، كل قطعة شظايا من دي هتيجي تخبط في قطعة تانية هتطلع لك شظايا كتير. فممكن في خلال مثلا اسبوعين ثلاثة تلاقي ان قطعة الساتلايت الواحدة دي بعد ما تقسمت لألف قطعة، 2000 قطعة، كل قطعة من دي عبارة عن طلقات سريعة جدا، مثال صواريخ وطلقات بتمشي في الفضاء بتكسر لك اي حاجة في وشها. طيب تعالوا نشوف بعض الحلول. الحلول ممتعة. اول حل دلوقتي اللي هو اوريدي موجود بتاع الانترناشنال سبيس ستيشن، دي المحطة الفضائية اللي موجودة حاليا وشغالة وزي الفل والناس بتطلع وتنزل بينها ومفيش اي مشاكل فيها. لكن الناس والله قالت لك عشان نحاول ان احنا نتجنب هذا الموضوع، ما ان هم احنا اتكلمنا قبل كده على موضوع الجريف يارد اوربت وقلنا ان الزبالة كلها احنا بنرميها في اوربت بعيد عن الحاجات دي، لكن ما زالت في بعض الشظايا بتهرب من الجريف يارد اوربت وبتنزل عندنا في المجال. فقال لك والله هنعمل البيتزا بوكس. ايه قصة البيتزا بوكس دي؟ البيتزا بوكس معلش هو والله هم اللي بيقولوا عليه كده مش انا، بس هو عباره عن مجال مستطيل زي علبه البيتزا كده، 30 مايل 48 كيلو لونج، اللي هو عرضها 48 كيلو في سمك تقريبا كيلو و6 من 10 في طول 48 تاني. العلبه دي او المجال ده اي سبيس ديبري بتدخل هذا المجال بيبقى فيه قدره على المناوره او ان هم يبعتوا السبيس ستيشن يمين شمال لفوق لتحت في هذا المجال. فهم عاملين سنسورز او عاملين كده مراقبة لهذا المجال، 48 كيلو في 48 كيلو في كيلو 6 من 10 وده المجال بتاعك. أي سبيس ديبري ضخم بيدخل في هذا النطاق يقدر يرفعها لفوق لتحت يمين شمال، يعني من الآخر بيتفادى السبيس ديبري. طبعا هو أسلوب بدائي لكن ستيل ناجح ويعتبر أقل أسلوب مكلف يعني في التكلفة بتاعته. أحد الحلول التانية وده فعلا مجهزة وشغال بيها، واحد كده عالم جميل اسمه ويبل عمل لك درع، قال لك بعد كده تسمى باسمه وسموه الويبل شيلد. ويبل ده عباره عن ايه؟ قال لك والله احنا هنعمل ثلاث اسطح، البامبر او ده السطح التصادمي الاول عشان لو اي مقذوفه جت خبطت فيه ده اللي بيتلقى الصدمه، بعد كده الملو او الستافنج الموجود في النص، بعد كده الحائط الخلفي. بعد كده طبعا سايبين بينهم مسافات، يعني لما بيحصل مسافه هيحصل هنا الانفجار الاول، هتبقى الامباكت شظايا هتيجي تاثر على الستافنج لكن ما فيش حاجه هتوصل للريل وول. بعد كده تم تطوير الويبل شيلد ده، قال لك والله المسافه بينهم بين السطح الاول والسطح الثاني ممكن نعمله بسائل، السائل ده مجرد ما يحصل هنا اي بريتش للسطح او اي انكسار او اي فتحات بسبب بروجكتايلز ممكن السائل ده ينزل ويقفل السطح او يقفل الفتحات اللي موجوده هنا. فالليكويد الموجود بين الستافنج وبين البامبر لانه ممكن يبدا يدخل يغطي الموضوع. الحقيقه الابتكار ده موجود على الارض من زمان، يعني انا فاكر هنا في مكتبه اسكندريه كنا احنا لسه طلبه في الجامعه كانوا عملوا برضو سطح كده كبير بس عشان يقاوم المية، فقال لك لو حصل اي تسريب كانوا طوروا مواد كيميائية بحيث ان التسريب ده او اي كراكس تقدر بعد كده المادة دي تملاه وتقفل التسريب الموجود. فدي يعني بالمشابهة او بالانالوجي شيء مشابه شوية، ان اي فتحات ما تبقاش مفتوحة لا يتم اغلاقها مباشرة. دي صورة للويبل شيلد اللي احنا كنا حطينا الدياجرام بتاعه، بس دي بقى الصورة الحقيقية بتاعته.
احد الحلول التانية اللي ناس عملتها قال لك حاجه اسمها الاتموسفيريك بالس، او عباره عن بالون. البالون ده بيطلع للو ايرث اوربت يعمل كده تمدد غازي فيقدر ينطر او يقدر يبعد السبيس ديبري اللي موجوده. وبرضو لما بقول يا جماعه فكره، فده معناه ان ده مشروع علماء اشتغلوا عليه، عملوا عليه بعض التجارب. لما بنحط دايما كلمه ناسا جنب اي فكره، ده معناه ان ده حصل فاندنج وده مشروع ريسيرش. لما كنا في امريكا كان عندهم حاجه اسمها الاس بي اي ار بروجرام او الاسباير بروجرام. الاسباير بروجرام او الاس بي اي ار هو عباره عن فاندنج ناسا بتعمله لاي مشروع بحثي انت والله عايز تخترع اختراع، عندك شركه او عندك كليه معمل خاص بيك وعايز مثلا تطور فكره، بتقدم لهم بروبوزل. لو لقوا ان البروبوزل ده هيخدمهم بيدعموا لك دعم. الدعم ده مدته اعتقد على حسب المشروع 2-4 سنين على حسب مشروعك ما ينتهي. ياخدوا بعد كده حق استغلال المشروع ويسجلوه كبيتنت واسمك يتسجل فيه. بيدي لك دعم مادي قد ايه؟ الكلام ده كان في 2017 بدايه من اول $750,000 لحد $2,000,000. دي المشاريع البحثيه اللي ممكن الدعم بتقدم لهم ريسيرش بروبوزل، عايز تعمل والله فكره كذا كذا كذا، يقول لك والله ادي خد المبلغ ده، ويجي بس واحد يتابع يتاكد ان انت فعلا بتصرف الفلوس دي على المشروع، مش بتبدد الفلوس يعني في حاجه تانية غير المشروع البحثي بتاعك. وده كان خلاصه الموضوع. عمل لنا برزنتيشن واحد من المهندسين بتوع ناسا كده، كان يعني فكره ظريفه. فانا بعتقد ان كل الحاجات دي بتبقى مشاريع بحثيه. الاي اس اي بقى او الاوروبيان سبيس ستيشن اللي هو وكاله الفضاء الاوروبيه، عمل لك اختراع تاني زي الصيادين كده. ساتلايت يطلع عنده شبكه، اول ما يلاقي سبيس ديبري حجمه ضخم، احنا برضه بنتكلم على السبيس ديبري الضخم مش الحاجات الصغيره اللي سنتي وال10 سنتي والكلام ده، احنا بنتكلم على القطع الضخمه. فيبدا يطلق عليها شبكه ضخمه جدا. بعد ما ياخد الشبكه الضخمه ويجمع السبيس ديبري، ياخد القمر الصناعي نفسه ويبدا يطلع خارج نطاق الارض، ساحب وراه كل السبيس ديبري ويبدا يعمل تنقيه او تنظيف. فيعني حاجه برضه ممكن يعني، بس عمليه مكلفه جدا. افكار زي النتس تانية، في افكار زي الليزر. والله قال لك احنا ممكن نعمل بعد كده ساتلايت يجمع طاقه ويعمل ليزر تفتيت يفتت لك او يكسر لك السبيس ديبري. بس دي كانت مشكلتها ان التكسير ده او التفتيت ده هيخلق سبيس ديبري تاني حجمه اصغر. لحد ما جالنا بعد كده عالم جميل تاني قال لك والله احنا ممكن نعمل ماجنتس ضخمه. الماجنتس الضخمه دي هتبقى زي فاكيوم كلينر بتاعت البيوت عندنا، في مكنه المكنسه الكهربائيه. ده هيكون اشبه ما يكون بالمكنسه الكهربائيه، يعني ساتلايت بماجنت ضخم قاعد بيمشي في الاوربت. طول ما هو بيمشي بيجمع كل السبيس ديبري حواليه، لكن مشكلته الثانيه ان هو مش هيجمع لك غير الحاجات اللي اساسها معدني، لكن البلاستكس والازاز والبوليمرز طبعا صناعه الصواريخ وصناعه الساتلايتس بيدخل فيها مواد كتير جدا جدا، مش كلها معادن. في اجزاء منها صحيح معادن، لكن في اجزاء بتكون زجاجيه، في اجزاء بتكون حتى بينت. على فكره الدهان اللي بتقشر من السطح ده في حد ذاته خطير جدا، وعمل بالامباكت الرهيب عمل كسر بعض الاجزاء في السبيس ستيشن، صوروها وبعتها لنا. فالمهم ده مش هيشتغل على كل المواد، ده هيخلق لنا سبيس ديبري تاني، ده هتضطر تتخلص من الساتلايت لانك هتاخد النتس دي وتبعد بيها لبره. فالمهم ان احنا عندنا حلول، لكن طبعا لسه مش حلول 100% كامله. طيب ايه هي المشاريع الحاليه؟ في عندنا شركه في امريكا اللي هي ليفت بورت او ليفت بورت جروب، تقدروا تدخلوا على الويب سايت بتاعها وتقدروا تشوفوها. دي من الشركات اللي بدات فعلا تعلن عن مشاريع جاده للسبيس اليفيتور بعد ما اكتشاف فكره الكربون نانو تيوبس، وبداوا يشتغلوا المشروع بدايه من 2003. لكن مشكلتهم الحاليه اللي موقفاهم دلوقتي هي بس الفاندنج. طبعا مشروع زي ده حجمه ضخم جدا، فده محتاج فاندنج لمؤسسات قويه زي ناسا او الاي اس اي او حتى جاكسا اللي هي وكاله الفضاء اليابانيه. لكن الشركات الصغيره ممكن تبقى شركه طموحه لكن لسه تنقصها الفاندنج، فهم على امل ياخدوا فاندنج او يعملوا ريز فاندنج، يعني يجي لهم تبرعات حتى من الشركات الكبيره او يحصل كولابوريشن. في كذا صوره من الصور دي في امريكا ممكن تتعمل. ده كده كان تخطيط سريع. طبعا لو دخلنا على liftport.com هتلاقي هم حاطين بقى الخطط المفصله، ويعني دي دعوه حتى للناس لو انت انترستد في الموضوع ده، ادخل اتفرج على الخطط المفصله بتاعتهم والنقاط بالتفصيل. يعني في عندنا بعد كده الانترناشنال سبيس اليفيتور كونسورتيوم، ده زي مؤسسه كده او الاي اس اي سي. دي نظام مؤسسه علميه اكتر منها مؤسسه صناعيه. المؤسسه ديت الحقيقه يعني شغاله فقط على موضوع السبيس اليفيتور، يعني مش على كل السبيس اندستري، لا دي الناس دي مخصصه كل مجهودها العلمي والذهني وكل حاجه فقط للسبيس اليفيتور. وبرضه لهم ويب سايت خاص بيهم، اللي حابب ان هو يدخل ويتعرف اكتر على الانشطه بتاعتهم وحابب يشارك بورقه بحثيه او بريسيرش، او حابب ان انت يكون لك اي اكتيفيتي معاهم، ممكن كمان تقدر تشترك معاهم فيه.
طبعا اوبياشي او الشركه اليابانيه دي شركه سمعتها طيبه جدا في مجال الانشاءات، ودي شركه من سنه 2012 كده بداوا يعلنوا ان هم هيعملوا السبيس اليفيتور، وقال لك في خلال 38 سنه القادمين هنكون فعلا انشاناه. و 38 سنه برضه يا جماعه لما بنحط اي خطه زمنيه، الخطط الزمنيه ديت بتتغير كتير على حسب التكنولوجيا. يعني انا فاكر اول مشروع دخلت فيه في 2009 كان المشروع 2000 ده 2009 اللي يتم اللي قدمت فيه كونسبت يعني يتم تنفيذه سنه 2069 بعد 60 سنه. يعني كنت هبدا فيه 2009 ناسا تبدا تطور فيه، كانت ناسا مش بتشتغل باسمها، ناسا كانت بعت المشروع لشركه ثيرد بارتي واحنا كنا شغالين مع ثيرد بارتي لاسباب امنيه، يعني بدون الدخول في تفاصيل كتير لازم اللي يشتغل في ناسا يكون مواطن امريكي او يكون من الدول المصرح لها يعني للشغل معاهم. فالمهم بعد سنين من 2009 بعدها بكام سنه لقينا ان المدد الزمنيه بتقل، بدل ما كانت 60 سنه لا بقت 40 20 10، وبعد كده لقينا المدد دي التكنولوجيا بتتطور، كل التكنولوجيا ما بتتطور كل ما بيكتشفوا حاجه جديده يكتشفوا ان الخطه الزمنيه اللي هم حاطينها 60 سنه لا احنا ممكن نقصرها توصل 20 سنه بس او 25 سنه، لان عندنا دلوقتي تكنولوجيا ما كانتش موجوده لما حطينا عليها الخطه الزمنيه الاولى بتاعتنا. فالمهم برضو اللي حابب يدخل يتعرف على المشروع بتاع اوبياشي، دي شركه جابانيز ولها مشاريع كتير قوي في اليابان، والشركه زي ما قلت قبل كده شركه انشاءات سمعتها طيبه شغاله اوريدي في السوق. فدي كانت انا في اعتقادي يعني الشخصي المتواضع ان دي اكتر الشركات اللي ممكن يكون فيها جديه في تنفيذ هذا المشروع. ما ننساش اليابان عندها وكاله فضاء قويه اللي هي الجاكسا JAXA، فعندهم صناعه فضاء ممكن كمان يتم تعاون بسهوله ما بين الشركتين الشركه والمؤسسه او وكاله الفضاء اليابانيه. انا بشكركم جدا واسف على الاطاله للمحاضره الطويله اللي احنا اتكلمنا عليها. احنا كده تناولنا موضوع مصعد الفضاء، بس مش مصعد الفضاء فقط، كان في انترودكشن للعماره الفضائيه بالكامل. المفروض ان شاء الله الدرس اللي كان هيبقى جاي في سلسله المحاضرات اللي هي الفون براون رينج ستيشن والاختراع. على فكره فون براون ده كان عالم من ايام هتلر من ايام النازيه، وصفروه بعد كده من المانيا لامريكا، وهو ده اللي كان مسؤول عن الاول صاروخ يوصلوه القمر سنه 69 اللي هو الساترن 5. هو ده الشخص اللي كان مسؤول عنه وعامل كمان، يعني طبعا هو توفى من فتره، لكن كان كاتب كتاب مهم جدا اسمه داس مارس، كان حاطط خطط مفصله علميه كيفيه الوصول للمريخ، لكن سبحان الله برضه يعني ربنا ما عرفش ان هو يعيش كتير بحيث ان يقدر ينفذ هذا المشروع، لكن ده بصمته قويه جدا جدا في كتير من الصناعات. فالمهم هو كان عامل رينج ستيشن او فكره رينج ستيشن، وان شاء الله ان كان في فرصه نحاول ان احنا نعمل لكم باذن الله محاضره اخرى ليها. اشكركم تاني واسف على الاطاله، وانا الكونتاكتس بتاعتي متاحه للجميع، اهلا وسهلا بيكم سواء على الفيسبوك او حتى على الايميل او باي وسيله، يعني اللي حابب انه يتعرف اكتر انه يفهم حاجه اكتر انا تحت امركم. وخالص شكر لكم، رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين، ونشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا، السلام عليكم، مع حفظ الله. السلام عليكم دكتور سامر، جزاكم الله كل خير على البرزنتيشن. باشمهندس عمر، الله يبارك في حضرتك يا فندم. الله يكرم استاذنا، يعني دايما سبب الخير ودايما مواضيع جديده. والله انا بشكركم وبشكر بي ام اريبيا، انتوا يعني لولا النشاط اللي بتعملوه ده ما كانش صوتنا يوصل للناس، فانتوا نشرتوا علم، فانا بشكركم كتير والله على هذا الموضوع. بس اتمنى الموضوع يعني يكون عجب الناس، وانا عارف ان احيانا بعض المواضيع العلميه دي بتكون ممله شويه، لكن انا متاكد ان في بعض الناس اللي ممكن تلاقي شغفها في هذا المجال، وده دعوه والله للميدل ايست والوطن العربي عموما. يعني احنا عندنا عقول والله بتفكر، وعندنا كل حاجه وعندنا امكانيات كامله، اللي حابب انه يكمل ويعمل ماجستير حتى في هذا المجال او يتخصص في المجال ده، دي دعوه للجميع. وممكن في حد بعت لي باشمهندس خالد جاد وينفع يكون موضوع رساله دكتوراه، طبعا في اوريدي ناس عملت المواضيع بتاعتها الدكتوراه في المجال ده، بس انا افضل لو انت حابب تعمل دكتوراه او ماجستير في القصه دي يعني اعملها بره الميدل ايست، اتعلم بره وتعالى انشر العلم ده عندنا، لان احنا ما عندناش لسه برضه مؤسسات بنفس القوه زي ما موجوده بره. اقوى ثلاث اربع مؤسسات هي ناسا طبعا، الاي اس اي او اللي هي الاوروبيان سبيس ستيشن، جاكسا اللي موجوده في اليابان، دي ثلاث مؤسسات ضخمه. بعد كده عندك وكاله الفضاء الاوروبيه سوري الروسيه انا اسف اللي هو الكوزموناتس، وعندك الصينيه وعندك الهنديه، بس يعني هو ناسا اي اس اي جاكسا دول رقم واحد. انا في اعتقادي الشخصي برضه الروسيه ما نعرفش عنها معلومات كتير فما اقدرش احكم عليها كتير، الصينيه موعده وفي مشاريع قويه، لكن محتاج ان انت يعني برضه اي حاجه لها علاقه بعماره الفضاء او بالصناعات الفضائيه بيعتبروها مهمه جدا جزء من صناعات الدفاع. يعني حتى احنا كان فيها اجزاء كتير نيجي ندخل فيها في ناسا يقول لنا لا احنا بنعتذر مش هنقدر ندخلكم في الموضوع ده لحد ما تاخد الباسبور الامريكاني. ف
فلحد ما اقدر اخد الجنسيه الامريكيه ما اقدرش ان انا ادخل في بعض الاجزاء، لكن علماء ناسا كانوا بيطلعوا لنا يعلمونا بره ده متاح، ما عندناش مشكله، يعرض لنا بعض البرزنتيشنز متاح، ممكن يشرف على ورك شوب احنا شغالين فيها ما عندناش مشكله، متاح بعد ما ياخد الموافقات الامنيه. لكن عموما الدعوه للناس اللي حابه تعمل ماجستير ودكتوراه اتوكلوا على الله، وفي 3 4 جامعات على مستوى العالم، ساساكاوا ستيشن في امريكا ممكن حتى يعني تقدر تقدم فيها، وربنا يوفق الجميع يا رب. الله يكرمك يا دكتور، وجزاكم الله كل خير على تسهيل العلم وتيسيره بحيث ان هو يكون مفهوم رغم ان هو يعني حاجه جديده. طيب اللي حابب يسال الدكتور سامر بعد اذنكم يرفع الايد بحيث ان احنا ايه هو يتكلم يعني. تمام انا طيب فاتح والله الشات بوكس ده لو حد حابب انه يسال في اي حاجه انا تحت امركم. يعني انا في منح، والله المنح لحد دلوقتي لازم تخاطب الجهه نفسها، يعني في انا لسه كان عندي في برزنتيشن في تركيا للموضوع ده، وكان عندي واحده في باكستان حطيت لهم ايميل كده بالمجموعه اللينكات ممكن اديها لل يعني اسيبها بعد كده على الصفحه حتى، او الحابب الثلاث اربع جامعات اللي بتشتغل في هذا المجال وبتدي بتشتغل بتدي ماجستير ودكتوراه فيها، فانت ممكن تخطبهم. انا بعتقد على العموم ان اي جامعه او مكان علمي انت حابب تقدم فيه لازم يكون عندك فيه فاليو، لو اقنعتهم بجديه البحث اللي انت بتعمله وشاف ان هم هيستفيدوا منه ممكن تاخد المنحه، فده الاساس بتاع الموضوع كله. متخصصين في العماره الداخليه ان احنا بعيد في المجال ده، على فكره مش بعيد ابدا ابدا ابدا، لكن هي النقطه انا برضو اللي انا اتكلمت في مارس سيتي ديزاين في لوس انجلوس اتكلموا في الموضوع ده، في 3 مجالات مطلوبه وغريب ان انا احول الموضوع ده، بس الفاشن اندستري صناعه الازياء، الانتيريور ديزاين، البرودكت ديزاين او صناعه اللي هي كراسي وترابيزات برودكتس، يعني الثلاث اربع تخصصات بجانب المعماريين، فالتخصصات دي لها مجال كبير جدا في السبيس اركتكتشر، لكن هي برضو عشان اكون صريح محتاج مننا بعض دراسه الفيزيكس او الاستروفيزيكس، يعني افتكروا بعض الفيزيكس او المبادئ الاساسيه بعض المعادلات الاساسيه، لو اي شخص عنده هذا الاستعداد انه يفهم بعض المبادئ دي، الجاذبيه تحسبها ازاي، الجاذبيه الفري فول، بعض الاساسيات، وبعد كده انت هتشتغل مع تيم يطور لك زي بالظبط العلاقه ما بين المعماري والمهندس المدني، مش لازم تكون دارس كل الهندسه المدنيه زي اخواتنا الموجودين مدني، بس تكون عندك المبادئ عشان تقدر انك لما تتكلم مع مهندس مدني تبقى يعني انتوا الاثنين قريبين من بعض. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور، اخبار حضرتك ايه؟ ما شاء الله محاضره رائعه جدا، وما شاء الله حاجه علميه عاليه جدا ما شاء الله. والله احنا اتشرفنا والله. مين معايا؟ معاك المهندس شادي عبد العليم، انا مهندس شاري كهرباء مش مدني ولا معماري. طيب ده انتوا شغل باور ولا اتصالات؟ لا انا باور في حاجات باور وحاجات اتصالات، يعني في كل على العموم يعني انت مجالك يعني جميل، يعني انت ده اكتر واحد فينا ممكن تفيدنا في القصه دي بعد كده. الله يكرمك يا دكتور، والله انا كنت يعني ما شاء الله المحاضره عاليه جدا وشدتني، وحاجه ما شاء الله طويله، يا رب يكون لك فيها نصيب يعني وتفتح مجال علمي ليك يعني ان شاء الله. يا ريت والله يا دكتور ممكن يعني لو امكانيه نقدر في تواصل بعد كده ونشوف امكانيه ان احنا يعني واحد يدخل في الحاجه دي ازاي. يعني انا عايز اقول لحضرتك انت كمهندس كهرباء فرصك اعلى مننا كمعماريين كتير، لان انت مهندس والمجال ده كان اصلا حكر على المهندسين قبلينا، احنا كمعماريين اللي بدانا ندخل فيه جديد. هو في الاصل يعني انا كان كل تعامل الجماعه بتوع ناسا كلهم كانوا اما مهندسين ميكانيكال ديزاين او مهندسين كهرباء، تمام، كده بيتخصص ويبقى اسمه مهندس فضاء سبيس انجينير. تمام انا بس تمام. هو معاك. بداية دراسته حاجة اسمها الستم، الساينس انجينيرينج مش عارف هي معروف المصطلح ده الستم STEM، فماثيماتكس والفيزيكس والانجينيرينج ده هو ده الاساس بتاع الموضوع يعني، فانت فرصتك متاحة يعني اوريدي متاحة، لكن عشان تاخد خطوات جادة يعني ممكن تفكر تاخد مثلا ماجستير تاخد دكتوراه في القصة دي. حابب تدخل في الانجينيرينج، في ناس كتير من التيمز المنافسة ليا كانوا مهندسين من ايكول دي بوليتكنيك في فرنسا، كانوا كلهم مهندسين مش معماريين، لكن كان عندهم القدره ان هم يعملوا تصور معين لساتلايت جديد لباور ستيشنز جديده وبيقدروا ان هم يعملوا الموضوع ده، لكن طبعا لازم تقرا ولازم يعني تتثقف شويه، تعلم نفسك شويه حاجات كده بالسبيس وتقدر تدخل لها. تمام يا دكتور، انا بس كنت برضو كان في ملاحظه كده، انا لما سمعت حضرتك بتقول مثلا ان الواحد لازم عشان يعني احنا كنا عايزين نعمل التجارب ديت ونطلع فوق في الفضاء، من ضمن الحاجات الابحاث اللي عايزين نعملها تكون المكان منعدم الجاذبيه او ما فيش جاذبيه، زيرو جرافيتي اندستريز صناعات اللي هي زيرو جرافيتي. تمام، هل في امكانيه ان انا يعني كنت بسمع قبل كده في معامل هنا او حاجات اللي هي اختبارات الناس في رواد الفضاء بيتم فيها انعدام جاذبيه خالص، يعني بيوفروا مكان. بص هو في معامل فيها يعني لوكيد مارتن كانوا عاملين فعلا
زيرو جرافيتي لاب. لكن هي الفكره دي صعب يعني، انا ليه بعتبرها صعبه شويه؟ اولا هي مكلفه جدا جدا، وانا الحقيقه مش عارف ايه الساينس اللي ورا التكنولوجي دي. لكن انا لما شفت يعني مش مثلا حاجه زي الطرد المركزي او حاجه زي كده، هو لا لا غير فكره الطرد القديمه، لا لا فكره الطرد المركزي دي ناس عملتها من الستينات اللي فاتت. لا لوكهيد مارتن عامله معمل اوضه، الاوضه اللي انا شفتها يعني الناس بتدخل فيها، اول ما بتدخل فيها بتترفع في الهواء، وهو مش هواء يعني، مش مساله ان بيحط لك مراوح مثلا هوائيه ضخمه جدا فبترفع على المراوح. لا 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 هم عندهم زيرو جرافيتي لكنها محدوده جدا واستخداماتها قليله جدا جدا. عشان تعمل بقى مصنع في الزيرو جرافيتي دي قصه ثانيه. اعتقد ان هتبقى الموضوع مكلف جدا جدا. لكن هو عموما يعني انت هتلاقي فيه اعتقد فيديو كان لسه نازل جديد على اليوتيوب لشركه متخصصه عايزه تعمل موضوع زيرو جرافيتي اندستريز. على الارض طباعه ثلاثيه، لا بره فوق. بص هو في شركات دلوقتي كتير جدا جدا بتتاسس بناء على الوضع اللي هيكون. الوضع اللي هيكون ديت في شركه مثلا بتاعت ديليفري زي دي اتش ال او زي ميكس قالت لك احنا والله شغلتنا الوحيده ان احنا هنوصل ديليفريز للقمر ونجيبنا. طب انت هتشتغلوا ازاي؟ قال لك باعتبار التكنولوجيا اللي هتكون متاحه بعد كده هنقدر نعمل الموضوع ده. في شركه تانية او شركات تانية كتير قالت لك والله الشركات الادويه ومصانع الادويه، طبعا دي اكبر صناعه على مستوى العالم هي مصانع الادويه، فايزر والشركات دي قالت لك ممكن ندعم الموضوع ده، ممكن نصنع ادويه وكيميكال اندستريز جديده بسبب زيرو جرافيتي. ال 3 دي برينتنج اللي هي تعتبر اصلا في حد ذاتها صناعه واعده وجديده، تكنولوجيا رهيبه هي في حد ذاتها ده على الارض. لا احنا ممكن دلوقتي باستخدام ال 3 دي برينتنج بس في الزيرو جرافيتي، يعني لحد دلوقتي اللي هم قالوا عليه انه احنا ممكن نصنع الاجزاء عضلات القلب، الاجزاء من الكلى، اجزاء من الكبد اللي هي الاعضاء الانسان. في ناس كتير معلش عارف ان هو بيسالوا على اللينكات الجامعات اللي ممكن ندرس، انا حطيت لكم الايميل بتاعي، الايميل بتاعي اللي حابب ان هو يعني ياخد اللينك ده هعمل له فورورد بالايميل ده وابعتها لكم. الله يكرمك بيكم اللي حابب يعمل. شكرا جزيلا والله، واحنا والله اتشرفنا وما شاء الله معلومات رائعه جدا حضرتك، حاجه علميه عاليه جدا. الله يكرمك رب. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله. الله يبارك فيك. في حد بعت لي برضه سؤال بخصوص امباسادور جاك روجيري، هم كانوا من فتره قريبه فاتحين مجال مسابقه وايجاد حلول لدفع منسوب سطح البحر، فانا عندي مشروع بحثي عن استخدام العمارة الديناميكيه كحل عمراني مستدام للتكيف مع الارتفاع المستمر في منسوب سطح البحر. ازاي احدد لنفسي السكه المناسبه ليا في المجال ده؟ طيب وانا بنشر بيبر اليومين دول في مجالي. طيب هقول لحضرتك حاجه، اللي حابب عموما مساله جاك روجيري، جاك روجيري في ثلاث اربع حاجات كده تعمل حسابك عليهم. هم عموما جاك روجيري لهم ثلاث تخصصات ومسابقه سنويا بتطلع دايما في شهر 6 او شهر 7 وبيتم تسليمها في شهر 9 شهر 10، بتطلع نتيجه في شهر 12. ده كل سنه بقى لهم دلوقتي يمكن من 2012 مثلا 2013 بداوا القصه دي وما زال شغالين فيها. جاك روجيري لو انت عايز تكسب عندك حاجتين، انا شايف انك نشرت بيبر يعني ده معناه ان انت عندك بحث علمي جاد ان شاء الله يا رب يتقبل يعني ويبقى يعني الريتنج بتاعه عالي. بس هم جاك روجيري مشروع معماري، السر او المفتاح بتاع جاك روجيري لو عايز تكسب هي البايوميميكري، وهم الكلام ده مش سر، الكلام ده هم قايلينه. قال لك والله انت اعمل لنا حاجه بايو ميميكري، ممكن بقى في البايو ميميكري ده تدخل فيها البحث بتاعك، ممكن تشتغل تيم مثلا 2 3 واحد، انت خلاص الجزء العلمي غطيته، ممكن واحد تاني عنده قدرات 3 دي مثلا ان هو برضه بيهتم قوي بموضوع 3 دي ده وبيطلبوه. قال لك والله 3 دي الجماعه الفرنسيين عموما او العماره الفرنسيه بيهتموا قوي بموضوع الفلسفات وموضوع الارت والديزاين والنيتشر. البحث العلمي ده يعني انا بقى فيه لو بشتغل لامريكا مثلا او بعمل مشروع لامريكا ما يهمهمش لا الفلسفه ولا الارت ولا الكلام ده بتاتا. امريكا سكتها مختلفه تماما، اديهم بقى بحث علمي وخلي ليها بيور ساينس. والجماعه الامريكان لان اغلب تعاملاتهم يمكن مع ناسا وسبيس اكس والناس دي بيحبوا اكتر الساينس او الاستام اللي انا قلت عليه اللي هو السبيس والتكنولوجي انجينيرنج اند ماثيماتكس، ساينس تكنولوجي انجينيرنج ماثيماتكس، ده التخصص اللي بيحبوه اكتر. فمع جاك روجيري 50% ارت 50% ساينس، يشتغل بايو ميميكري، بتعرف تعمل فيجواليزيشن جوه 3 دي كويس، هتكسب معاهم ان شاء الله ويكون لك نصيب معاهم. طيب انا شايف كده الاسئله توقفت، يعني عموما انا موجود باذن الله في اي وقت. اهلا وسهلا بيكم، شرفتوني والله كلكم، يعني انا سعيد بالحضور كل اللي كان موجود النهارده. واي حد انا سايب الايميل بتاعي، اي حد عايز يبعت لي اهلا وسهلا، اي حد عايز يكلمني حتى اهلا وسهلا. في باشمهندس محمود سعيد ممكن سؤال، اتفضل اكتب سؤالك على طول اللي انت عايزه. اي حد يا جماعه محتاج اي حاجه يكتب سؤاله في الشات بوكس، ما اعرفش انتوا عارفين او حتى عايز يتكلم اهلا وسهلا. اوكي هو مهندس عادل توفيق. مش مهندس عادل، السلام عليكم يا دكتور سامي.
اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. السلام عليكم. وعليكم انا دكتور سامر، متشكرين جدا على المحاضره القيمه العاليه ديت. الله يبارك في حضرتك. امبارح كنا بنتكلم في الانفاق تحت الارض زي ما قال المهندس محمد اشرف امبارح، النهارده حضرتك صعدت بينا لاعلى طبقات الفضاء. والله هو التجمع العلمي ده جميل، ان التجمع العلمي تخصصات كتير، فالناس كلها بتثري بعضها، فبارك الله ربنا يبارك فيك. يعني انا يعني حاجه طبعا مبهره جدا، وحاجه وحضرتك بسطتها بطريقه يعني ان اي حد ايه ممكن استوعبها. الحمد لله. الناس اللي هتيجي مش لازم يكونوا كلهم متخصصين، في اولا مش لازم يكونوا كلهم مهندسين، ولو مهندسين مش كلهم ملمين بمواضيع الفضاء. فانت عارف المعماري دايما احنا مشكلتنا لازم نبسط عشان نقدر نشتغل، وبعدين ممكن ندخل بقى في الديتيلز. لكن هقول لحضرتك برضه على حاجه، لو انت حابب انك تتخصص في اي جزء من الاجزاء دي، خد الكي وورد بتاعتها وهتلاقي فيها يعني اللي انت عايزه. يعني مثلا شركه اوبياش، انا قلت في شركه اسمها كذا اوبياش وبتعمل كذا كذا كذا، ممكن تدخل بقى وتقدر تخاطبهم لو انت حابب مثلا تعرف عنهم اكتر. الاي اس اي سي مثلا اللي هي المؤسسه بتاعت السبيس اليفيتور، ممكن تقدر تشارك معاهم. الاخ اللي كان عامل بيبر ممكن جدا جدا بالبيبر تقدر تقدمها لو انت حابب. برضو يعني ذكرتوني لو انت حابين اكتر واكتر في spacearchitect.org، ده برضو يمكن من السايتس اللي على طول بينشر الكونفرنسز وبينشر اي حاجه لها علاقه بالريليتد للسبيس. فمعلش انا نسيت سؤال حضرتك وانا قطعتك، انا اسف في النص، فمعلش اسمع منك السؤال بقى حضرتك. لا السؤال حضرتك بالنسبه للكيبل الرئيسي اللي هو بالاطوال الرهيبه ديت 96000 كيلومتر، ده بيبدا يشد، هو بيبقى الكيبل على الارض ويتشد ولا هو بيبقى انا مستني السؤال ده. بص يا سيدي، بص يا سيدي، انا عارف ده. بص السؤال ده دي معضله كبيره جدا. ده انا هقول لحضرتك على مفاجاتين بقى. اول مفاجاه، احنا من الصعب جدا ان احنا ناخده ونطلع بيه الصاروخ لفوق، لان زي ما قلنا قبل كده الصاروخ ده مش هنقدر نطلعه في خط مستقيم، ده بيطلع في مدار دائري، فدي المشكله. طب نعمل ايه في الاخر؟ يعني من الاخر كده قالك ان انسب حل للموضوع ده ان احنا نطلع الستيشن بتاعتنا عند الجيو ستيشنري اوربت ونبدا ننزله، وفي نفس الوقت واحنا بننزله لتحت على الارض نطلع الكاونتر ويت بنفس الريت وبنفس المسافه. يعني انت عندك كابلين هيمتدوا، واحد لتحت واحد لفوق، كلهم في النص بيبداوا منين؟ من الجيو ستيشنري اوربت. فاصبحت ان المشكله الاساسيه بتاعتنا ان انت تطلع الجيو ستيشنري اوربت دي هتكلفك شويه، لكن بعد بفرض ان انت طلعتها فوق هتعمل امتداد ينزل الكيبل لحد ما يوصل للفورس بتاعته للارض، وفي نفس الوقت بنطلعه في الكاونتر ويت. مجرد الاثنين ما ينتهوا من امتدادهم يحصل يبقى في توازن، فكل مره هم بيطلعوا بيبقى التوازن موجود. دي النقطه اللي بيتكلموا فيها. المشكله الثانيه، السؤال بس المهم، ان الكيبل ده مش هيبقى يعني ويلدبل، يعني مش هينفع الكونكشنز. انا عارف هتسال الكونكشن ده انا جاي لك بقى في المشكله الاكبر. اصل ده المجال بتاعنا انت حضرتك، انا شغال في الكباري الكيبل ستيد، فالكباري ديت المشكله في الاطوال. طبعا في الاطوال لازم الكابل يجي يونت محتمل جوينتس وكونكشن. فانا دلوقتي لما لو هنزل الكابل من فوق، اولا قطره كام، ثانيا لازم يكون له دليل ماشي بيه تحت، ما هو مش هينزل في الفضاء كده من فوق للارض. معاك. بص يا سيدي، دلوقتي في عندك الدليل بتاعه اللي هيسحبه. هقول لحضرتك المشكله الاولى اساسا، لما جم كده بعض عملوا بعض الكالكوليشنز الاساسيه لقينا ان السمك بتاعه مش هيكون ثابت. انت سمكه على الارض مش محتاج اكتر من 12 ملي، تخيل ده فين على الارض. معقوله سمكه بقى في الفضاء 12 ملي تبدا من الارض، يفضل يزيد معاك السمك بتاعه يوصل في الفضاء ل 10 كيلو او 10000 كيلو، انت متخيل سمكه سمكه دي في حسابات كتير لو انت حابب. انا يعني في بقى واحد عالم لا ده حاطط لك كمان، عمل لك موديلنج ليه، فكان شكله طبعا غير يعني شيء ما غير قابل للتنفيذ، ما ينفعش يعني هيكون اولا تيبر شيب بيبدا من تحت بحاجه صغيره جدا ويبدا يزيد يزيد يزيد. طيب نحل المشكله دي ازاي؟ قالك لا خلاص انت خلي يعني موضوع الكربون نانو تيوبز ديت لحد دلوقتي، قالك لو وصلت انها تريبل وولد، يعني ما يبقاش سنجل وول ولا بل خليها تريبل وولد وخليها بالشكل اللي هو دايموند شيبت ده، ممكن نقدر نحافظ عليه، بس هيكون في حدود 10 و15 متر العرض بتاعه. ما ننساش برضه احنا مجازب بنقول القطر 15 القطر من 10 ل 15 متر. دي الحسابات المبدئيه، لكن احنا بنتوقع احنا ما نقدرش طبعا ننفذه دلوقتي. ليه؟ بسبب المشاكل دي. المشكله الثانيه الحقيقه انا بحثت فيها كتير، انا موضوع الجوينتس او كونكشنز طبعا 100000 كيلو دي مستحيله من غير جوينت، يعني هتشيلها هتجيبها منين؟ فانت يعني لازم هيبقى في جوينتس. طب الجوينتس دي هتصممها ازاي؟ انا ما عنديش يعني في البحث اللي انا عملت فيه ما لقيتش حد بيتكلم في الموضوع ده، لكن اعتقادي الهندسي في القصه دي الجوينتس ممكن تعملها بسهوله لو عملت مجموعه من الاستيشنز، يعني ما يبقاش عندك ستيشن واحده بس في الجيو ستيشنري اوربت، لا يكون عندك مجموعه محطات، وجود محطه في النص
دي انا بعتقد ان ممكن تبقى هي دي الكونكشن بتاعتك او تبقى دي الجوين بتاعتك. فلحد ما يبان حاجه معينه في الموضوع ده انا ببحث يعني اللي برضه للمشروع اللي انا شغال فيه ديت فانا منتظر. لكن لما نشوف لو لقيت اي حاجه يعني ممكن اتابع معايا واشوف. بعد اذن حضرتك لا ده انا ضروري ان شاء الله اتابع معاك لان النقطه ديت يعني ايه بره التخيل خالص. يعني لو عندي كابل حتى مش 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 لو 10,000 كيلو بس مش 90,000 كيلو هيبقى وزنه كام بقدره 15 الوزن. متر طبعا مساله الوزن انا طبعا ايه انهي مركبه هتشيل الوزن ده تحديات اللي هو لحد دلوقتي اللي برضه اتكلموا في الجزء ده. قال لك احنا هنعمل فليت طبعا البطل في القصه دي كلها هي سبيس اكس. قال لك والله الفالكون هيفي والفالكون 9 هم دول اللي هنقدر نطلع بيهم على مراحل في كل واحده عباره عن باكج موجوده في الاوربت بتاعها. لما يبدا عمليه التنفيذ اللي هي دي هتبدا من بره يبداوا يوصلوا بقى المواضيع دي وتبدا تتعمل. لكن انا مش هضحك عليك في مشاكل كتير هندسيه مقابلانا. المشروع الوحيد اللي قابل للتنفيذ هو اللونر سبيس اليفيتور. برضه في بعض الاسرار اللي انا ما اقدرش اوصل لها طول ما انا لسه بره هذه المؤسسات. يعني لو انا بعمل جوه هذه المؤسسات ممكن يبقى عندي اكسس للداتا دي. لكن على الناحيه الثانيه بيمضونا دايما على تعهدات ان انت لا تفشي الاسرار نون ديسكلوجر اجريمنت. فاي حاجه يقول لك النون ديسكلوجر اجريمنت. لكن عموما اللي متاح لنا ان احنا نعرفه انا حاولت نعرضه بعد بحث يعني مطول في هذا المجال. لكن انا بشكرك وحسك الهندسي مظبوط في محله 100% ويمكن ده عشان انت متخصص في موضوع الكباري فانت فاهم هذه المشاكل شويه. لكن انا معاك والله. الكابل عندنا مثلا لو طوله 300 متر بيبقى صعب وزنه ده تقريبا بيبقى صعب جدا وزنه طبعا وزنه ضخم جدا مشكله طيب. اللوجيستكس هتنقله ازاي مشكله الكونكشنز او الجوينتس يعني عارف المشاكل دي طبعا. يعني انا مش متخيل ان في مركبه فضائيه تشيل الوزن ده اصلا. لكن هقول لك على حاجه انت برضه اهتمام بالكابل ده احنا في عندنا بقى مشاكل تانية. طب ايه هو الانكر اللي موجود على الارض نوعيه الاساسات العكسيه او الخزيه العكسيه اللي هتقدر تثبت لك الوحده دي على الارض. طب ما دي مشكله اكبر دي لحد دلوقتي برضه ما عندناش لسه. انت عاوز انكر يعني باطوال حاجه فظيعه حاجه فظيعه غير عاديه مش بس طيب. اطواله وقوه عاليه جدا عشان تقدر تربطه. طيب اللاترال فورسز هتضعف الانكرز. ما انت عندك لاترال فورسز حركه اولا حركه الارض في حد ذاتها حركه الرياح لو في اي زلازل أي طب ما كل ده برضه هيعمل لك خلخله للانكرز اللي موجوده في تحت الارض. يعني في مشاكل لسه هندسيه لكن في جزء منها اتحل نقدر نقول انا في تخيلي الشخصي ان احنا وصلنا ل 43% 44% حلول لبعض الاسياد زي موضوع الكربون نانو تكنولوجي مثلا. السبيس ستيشن نقدر نعمل سبيس ستيشن في حاجات نقدر نوصل لها لكن لسه في عندنا 60% مش قادرين نوصل لها. وكون ان انا الكربون طيب يعني اتعشم ازاي افضل على تواصل مع حضرتك عشان لو في حلول يعني انا حطيت الايميل بتاعي و وعلى الفيسبوك على الايميل مش كفايه انا هحط لكم الايميل والفيسبوك بتاعي وفي صفحه عامل ليا صفحه برضو على طيب هكتب لكم اسم الصفحه برضو على الفيسبوك. اهلا وسهلا بيكم. وهو عموما لو كتبت اسمي على الجوجل هتلاقي كل حاجه ده كده. لو عملت سيرش انا حطيتها سوري انا مش عايز برايفت انا هحطها للجميع عشان معلش في ناس بتبعت لي برضه على البرايفت هجاوب على الجميع بس اصبروا عليا يا جماعه ادوني بس شويه. دي كده هي دي اسم صفحتي على الفيسبوك وبستقبل المسجز على طول. الايميل بتاعي على الجيميل وانا بعمل تشيكينج تقريبا يوميا على الايميل او ممكن حتى مرتين في اليوم. فدي كده الكونسبت بتاعتي اعتقد في كمان باشمهندس عمر عمل كمان شيرنج اهو الصفحه بتاعت الارش اديوكيشن ممكن نتواصل بيها كمان. ودي الصفحه بتاعتي مشكورا برضه الباشمهندس عمر نزلها اهو. في باشمهندس محمود سعيد هو ممكن اقدر اعكس الجاذبيه يا اما بقوه الطرد المركزي يا اما بعكس البانل الايونات. موضوع الطرد المركزي دي كانت الفكره القديمه فعلا اللي انا شفتها اعتقد هم دلوقتي بتاعت لوكهيد مارتن يمكن يشتغلوا بموضوع الايونات البانل الايونات ديت. دبي بكره على فكره لو انت في دبي وحابب برضه تشترك في وكاله الفضاء الاماراتيه يا جماعه انا بعتقد الناس دي عندها القابليه ان هم ممكن يصرفوا ويعملوا مشاريع جاده ومشاريع بحثيه. فلو حد برضه حابب ان هو يتواصل معاهم ممكن يتواصل جدا معاهم اهلا يعني بتهيألي يعني ممكن يدعموه فيه. هل حركة الأرض حول محورها يؤثر؟ أكيد طبعا أكيد. مشكلة إحنا انحراف أنا ناسي دلوقتي أعتقد ثلاثة زاوية انحراف محور الأرض 23 درجة تقريبا اللي بيأثر طبعا أكتر وأكتر هي السرعة بتاعتها سرعة دوران الأرض.
عنوان مكتبي، انا حاليا والله في لبنان، فانا قافل مكتبي. مكتبي كان قبل كده في سموحه سول كمبيوتر في اسكندريه، لكن انا حاليا قافله وفي لبنان. يمكن ما لسه مش عارف هرجع مصر امتى ان شاء الله، او هكمل يعني بره الميدل ايست، فلسه الخطط مش باينه في الظروف الكورونا اللي احنا فيها. بس يعني اوعدكم ان انا بعلن دايما على صفحتي باي خطوات جديده. لكن حضرتك لو حابب ان انت تقابلني يعني شخصيا، انا بنزل دايما في الصيف في مصر، فممكن نتقابل، حدد معايا الميعاد ونتقابل. اهلا وسهلا بيك باشمهندس خالد جاد. باشمهندس عمر حاطط كمان صفحه اليوتيوب، طيب كتر الف خير. هتلاقوا في صفحه اليوتيوب في بعض الدروس ال 3 دي والبي اي ام، حياتي السابقه قبل تخصصي الفضائي كنت شغال في الحاجات دي. فبرضو اهلا وسهلا بيكم جميعا. انا عارف ان احنا وقت رمضان، انا سهران ما عنديش مشكله، لكن اللي حابب يتفضل يعني يقدر يتفضل يشوف السحور او يعني الالتزامات الاسريه، وانا متاح للجميع. اهلا وسهلا بيكم في الوقت. المهندس احمد صديقي ممكن يعمل مداخله بعد اذن حضرتك. اتفضل اتفضل. السلام عليكم دكتور، الله يعطيك الف عافيه يا رب. محاضره شيقه جدا، يعني انا قمت من على الافطار. عندنا الافطار بالمانيا 9 الا ربع، ما اكلت على المظبوط. بس لا طبعا انت كده هتشيلنا، هتخلينا نقلب ضميرنا يعني. لا افطر. لا لا الله يبارك فيك يعني. لا مش بس حتى الله يبارك فيك، حياك الله يا سيدي. طبعا معلومات كثير مفيده وكثير كويسه وفتحت لنا يعني مجال جديد. بس انا سؤالي لحضرتك، كوني انا معي دكتوراه هندسه مدنيه واداره مشاريع بالضبط، فالسؤال هون انه هو موضوعك او المشروع مشروع بحثي، فكيف انتم قدرتوا تديروا هالمشروع من ناحيه اداريه، تبادل المعلومات بيناتكم؟ يعني اكيد هو فيه سب بروجكت كثير. طبعا انت مختص. هقول لحضرتك على حاجه. خلينا البلاتفورم اللي انتم بتشتغلوا عليه، اتفضل. خلينا الاول نفرق بين حاجتين، بين المشروع البحثي والمشروع الفعلي. لحد دلوقتي كل شيء انا موجود بالنسبه لي هي مشاريع بحثيه فعلا، وبروبوزل بتقدم عشان ناسا فيه او المؤسسات عموما الرسميه سواء ناسا او غيره. بيعملوا الاتي، بياخدوا المشاريع البحثيه تكنولوجيات معينه، بيجمعوا مجموعه من هذه التكنولوجيات، وبعد كده بيبدا تدخل التكنولوجيات او المشاريع البحثيه المختلفه ديت في المشاريع الفعليه التنفيذيه الاكزيكتيف بروجكتس بناء عليه. يعني مثلا انا عملت والله بروبوزل او عملت بحث عن الكابلات، وعايز اقول الكابلات دي هتستخدم في مصعد الفضاء، وعملت بيه بروبوزل 1 2 3. هم مش هياخدوا مشروع المصعد الفضاء ينفذوه، هم هياخدوا ايه؟ هياخدوا التكنولوجيا اللي انا استخدمتها والبروبوزل اللي انا استخدمه، وممكن يخدمهم في شيء تاني. ممكن بعد ما يبقى لي يعني، انا دلوقتي السعي اللي انا بسعاه ان انا يكون لي اكتر من بيتنت، او يعني بيسموها ايه، بيتنت اللي هي تسجيل براءه اختراع. نعم بالظبط. براءه اختراع مشكلتها بس الوحيده معايا انها مكلفه شويه. براءه الاختراع الواحد بيبدا من اول $10,000 ل $12,000، ده براءه الاختراع الواحد. اللي يقدر يدعمني في هذا الموضوع هي المؤسسات. يعني لو قدرت ان انا اخد مشروع الاس بي اي ار من امريكا، ده بتاع ناسا، لازم اولا اكون قاعد مقيم في امريكا، ما ينفعش اكون في الميدل ايست. تاني حاجة بعد ما اخده ويتم فعلا المشروع ده وياخدوه يستفيدوا منه، هيسجلوه. لازم كل شيء في امريكا بيتسجل براءة اختراع. التسجيل على حسب ما انا فهمت منهم بيتسجل باسمك، انت عملت والله الاختراع ده هيتسجل، لكن هم هيستفيدوا منه وتضل حقوق الملكية خاصة بك انت. طيب فده اللي احنا بنعمله. طيب لكن بس انا قصدي بينما انت، ايوه عفوا اذا ما قطعتك عشان ضرب الفكره، اذا انت مجال بحثك او وقت البحث عندك 4 سنوات، وخلال السنه الثانيه توصلت لنتيجه قد تهم وضع ثاني او 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 مشاركين ثاني معك بالمشروع، فهل هالنقطه هي لازم تكون تصدرت لهم واخذوا علي اكسس من السنه الثانيه، ما بانتظار الريبورت النهائي تبعك؟ هذا قصدي انا. ما فيش اي مشكله. هي عمليه الاداره عموما للمشروع البحثي ديت موضوع معقد وكبير. انت ممكن يبقى هدفك تارجت معين، هدفك مثلا تبتكر شيء معين. علشان توصل لهذا التارجت انت اكتشفت مجموعه من الاكتشافات او عملت مجموعه اختراعات في النص غير التارجت الاساسي بتاعك. ممكن يعملوا اكستندنج للفاندنج، ممكن تدخل في فاندنج تاني، ممكن تقدم اصبحوا مشروعين واكتشفت ان في نقطه جديده انت ممكن تمشي فيها وتطور فيها مشروعك. قدم ورق في الاس بي اي ار تاني في مشروع تاني جديد، وفي الغالب بنسبه 100% او 90% بيتوافق عليه، لانك اوريدي وصلت للابتكار اللي انت حابب تعمله. انت ممكن توصل لكونك في الاخر بدل ما انت صاحب مشروع بحثي واحد تبقى مدير لاكثر من مشروع بحثي. في الحاله دي لو انت وصلت مثلا مشروعين او 3 مشاريع بحثيه وخدت منهم الفاندنج، انت في الغالب مش هيسيبوك بقى مشاريع، ان انت هتبقى جزء من يعني هتنضم للمؤسسه، مش هتبقى انت شغال كثيرد بارتي او كمؤسسه ثالثه. لا انت تبقى خلاص يعني انت خلاص شخص فاليو بالاسد بالنسبه لهم،
بتقدر والله تعمل كذا ابتكارات يعني اكتر من ابتكار. مفيش مؤسسة هتتركك في حالك يعني تشتغل كده باستقلالية. حاجة من الاثنين بتحصل في امريكا وده اللي انا شفتهم، يا اما بتنضم لمؤسسة كبيرة سواء قطاع خاص او قطاع عام. الناس طبعا قطاع دي خاصة بالبنتاغون فلازم معاك الكليرنس الامنية ومعاك الباسبور والكلام ده كله، او مؤسسة قطاع خاص. انت عندك المؤسسات القطاع الخاص فيرجن جالاكتيك بلو اوريجن بتاعت جيف بيزوس او ايلون ماسك سبيس اكس، كل دي مشاريع قطاع خاص ممكن تنضم ليها، او ممكن تأسس لنفسك انت بقى شركتك. وده اللي انا شفته اغلب الناس اللي انا شفتها بعد ما بيقعد مثلا 20 سنه 15 سنه 30 سنه في ناسا مثلا يطلع ويقرر يعمل لنفسه شركته الخاصه سبيس مش عارف ايه اير سبيس كوربوريشن. يعني عندي كذا فيجر من الفيجرز، مين يا رب اسمه ايه ناسي اسمه دلوقتي، شخص كنت متعامل معاه. المهم يعني ان كلهم بيبداوا يفتحوا نفسهم الشركات الخاصه. الشركات الخاصه ديت بيبدا يطور منها كذا تكنولوجي ويقدر يبيع البيتنت. انت لو سجلت بيتنت ب 10 أو 20 الف دولار بتروح تبيعه بعد كده ممكن بمليون دولار ب 20 مليون دولار بتبيعه لمؤسسه معينه، بياخدوا حقوق استغلال الملكيه دي. وانت ممكن تبقى انت لو الديل معاك جيد انت ممكن تبقى شركتك هي اللي بتشرف على تنفيذ هذا المشروع. نعم هو ده البيزنس. اه بيني وبينك هو ده البيزنس، وهي دي الفلوس اللي بتيجي في امريكا. ملايين الدولارات بتستثمر دلوقتي في القصه دي، والمتوقع في الجاي دلوقتي ظهرت كمان حاجه اسمها تريليونرز. احنا كنا نسمع عن المليونير هو الشخص اللي بيحمل ملايين، البليونير هو الشخص اللي بيحمل مليارات. بعد فكرة الاسبيس اكونومي ودخلنا دلوقتي في الاسبيس، سمعنا عن مصطلح جديد اسمها الاسبيس تريليونرز. الاسبيس تريليونرز هم الناس اللي هيبقى عندها تريليونات بسبب الاكونومي بتاعت الاسبيس. فده مجال انا بعتقد اللي عايز يربح منه هو يبدأ دلوقتي. يعني هو دلوقتي وقته، دلوقتي هو الوقت المناسب اللي تقدر تعمل فيه الثروات دي. قدام شوية هتبقى انت اتأخرت. قبل كده ما كانش ينفع لان ما كانش فيه اهتمام. المنافسه الدوليه فتحت باب للاهتمام بالمجال ده. مجرد ما دخلت فيها وانشات سبيس فورس يعني في مجال عسكري فيه، خلاص كده انت عارف ان في مليارات وملايين هتتكب في المجال ده عشان يطوروا فيه. فيعني انت لو حابب ان وجد حضرتك قلت لي في المانيا، فانت من سفرك لامريكا سهل لو انت حابب انك تعمل حاجه، بس يعني قدم لهم مشروع يكون فيه دراسه. درست بس سنة سنة لا بس كانت الفكره والله ما يعني قلت لك شدني بالفكره انه انتم بهالسب بروجكت هالاربع جزئيات شرحت لنا اياها انه شلون عمليه اداره المشروع بين المجموعات الاربعه كانت هاي الفكره. يعني موضوع معقد وده مش نعم. مش فرد ولا فريق واحد، ده ممكن مؤسسه يعني سبيس اكس تبقى ممكن سوري ناسا ممكن المشروع ده موجود عندهم من سنين، لكن بسبب اداره المشروع ده بيتوقف لانهم مش فاضيين للقصه دي. لان الاشراف ده يعني ده هقول لك على سبيل المثال مشروع صاروخ واحد بياخد مننا 10 سنين. المسيار اللي عاملينه الروفر اللي عاملينه بتاع مارس اخد منهم تقريبا 10 12 سنه، والمسيار الواحد ثمنه بليون دولار 1000 مليون دولار مليار. الروبوت اللي نزلوه لسه اللي هو كيوريوزيتي ولا غيره اللي بينزل على المريخ ثمنه مليار دولار. ده تمنه ده تكلفته. يوصلوه ازاي بقالهم 10 12 سنه عشان يعملوا روبوت حجمها قد العربيه السي ار في العربيه بتاعتنا ديت، عاملين مسار روبوت زيه معمل كده متنقل. فده مشروع واخد 10 سنين. ده ايه ده قطعه صغيره جدا جدا مقارنه بالسبيس اليفيتور. سبيس اليفيتور لا انا بتخيل ان يعني شيء اكبر طبعا. بالضبط. وعجبني كتير بحديث حضرتك انه ما يضاف من انجازات بهذا المجال بيخدم غير قطاعات وبيخدم الارض قبل الفضاء تصديقا لحكيك. يعني احنا حتى اداره بالستينات هي مواضيع البحث العلمي. هو دايما انا دايما بقول الكلام ده. انت عارف في الفتره الاخيره بدا يمكن هتلاحظوا الكلام ده موجود الخطه السياسيه حاجه هي اساسا كانت في سبيس تكنولوجي والميليتري تكنولوجي. احنا عايشين على صدى الموضوع ده. انا ما اعرفش ليه الحقيقه من الستينات كل السبيس بروجرامز توقفت. بدات تنشط تاني من خمس سنين مثلا، بدا حصل فيه نشاط عالي جدا لحد ما نزل ارتمس بروجرام المفروض على 2024 هيحطوا اول فعلا مستعمره حقيقيه على القمر. مجرد انك لو قدرت تعمل مستعمره على القمر يعني انت عندك كل التكنولوجيا تعمل سيلف سستيننج اكتفاء ذاتي كامل من الغذاء والطاقه وكل حاجه. ده معناه انك اي مكان على الارض مهما كان صعب تقدر تقعد فيه. ده انت ممكن تقعد تحت اعماق المايه لو حبيت. يعني عندك التكنولوجيا اللي تقدر تعيش بها الناس.
فده معناه ان عندك تكنولوجيا تقدر تصلح بيها وتقدر تزود مثلا اقتصاد الزراعه، اقتصاد الانتاج الحيواني، تقدر تصلح مشاكل الاوزون، ممكن تصلح مشاكل كتير. فانا دايما بقولها كلمه using space technology to serve earth. قبل ما تفكر في الفضاء انت التكنولوجيا دي 100% هتحتاج هتنضف بيها الارض. اشكرك على مداخلتك يا باشمهندس وتعبت بمعرفتك وان شاء الله نتواصل تاني. وانا بالاكثر باذن الله تعالى. شكرا يا سيدي، الله يبارك. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك باشمهندس ايمن وهبي، كاتب على تسلا ديزاين انتي جرافيتيشن ليفيتيشن انجنز. ممكن بس اديك انت قلتها هي انجنز، يعني هي محركات، لكن هل تقدر تعمل اوضه بالكامل؟ انا يعني انا شفت الموضوع ده، لكن الحقيقه انا ما اعرفش لسه التكنولوجيا الموجوده فيها عشان اقدر. انا دايما بحاول لما اتكلم على حاجه بحاجه انا شفتها او يعني بعرف يقينا انها موجوده. لكن لو انت بتتكلم على التكنولوجيز المتاحه، في كتير تكنولوجيز لكن كلها اغلبها ثيوريتيكال، لكن هل فعلا تم تنفيذها وعملوا بيها شيء سوليد؟ انا مش عارف العلم اللي ورا الجرافيتيشن لوم بتاعت لوكهيد مارتن، بس دي اللي انا شفتها فعلا وكانوا بيعملوا عليها تريننج، ويعني شخص حتى دخل زارها. يعني دكتور هيدا البروجكت عمله نيكولا تسلا قبل ما يموت ونجح معه العملية، حتى الـ FBI عندهم الوثائق. خلي بالك نيكولا تسلا ده صندوق أسرار، وناس كتير جدا من جماعة اللي هم محبين نظرية المؤامرة بيقولك إن نيكولا تسلا كان عامل تكنولوجيات لمدة يعني سنين لسه ما طبقتش، لكن كان شخص عبقري وكان عنده حاجات كتير جدا جدا ومات. واغلب الحاجات اللي هو او بيقال انه تم اغتياله، في بعض الناس الثانيه يعني بتدعم فكره ان هو تم اغتياله، لكن كان عنده فعلا تكنولوجيا كتير. انا لا استبعد ابدا ابدا ان نيكولا تسلا يكون عمل الموضوع ده، والله اعلم. بس عموما هي الفكره موجوده، هي مشكلتها انها مكلفه، عشان كده لو كانت تكلفتها قليله كنا شفناها في كل مكان، كانت هتبقى منتشره في كل مكان. دكتور انا كتير معمق فيه لنيكولا تسلا، وخصوصي انه عندي الديزاينات تبعه، يعني قدرت اعمل لهم هاكينج انا من سيستمات بامريكا. طيب ربنا يوفقك، حاول يعني ما تنشرش المجال ده كتير. بس لقلك شغله طول كده. هو انقتل لسبب انه كان اول واحد عامل شيء اسمه ترانسبورت الكتريكال كارز، فكارتلات الطاقه بالعالم اللي مسيطرين على الطاقه قتلوه. طبعا لا استبعد طبعا، يعني اي تكنولوجيا جديدة هتهدد النظام العالمي. طبعا عامل انجن بيولد طاقه 15 كيلو وات بسيستم صغير بيشتغل على الكوانتوم ويف، وعند الديزاين تبعهم كلهم، يعني عند الستيب باي ستيب بصور وبيشرحوا لك كيف بتجيب كويلات وترانزستورات كبار وبتشتغلهم بطريقه بتطلع كهرباء، واشتغل على النقل الاوبجكت تيليبورتيشن من خلال جسمان بيعطوا الكترو جرافيتي ويف، يعني هي موازيه للالكترو ماجنت، بسرعه معينه بيكون الاوبجكت بالنص عم يدور بسرعه معينه، بيوصلوا لريزونانس معين بينتقل هذا الاوبجكت من مطرح لمطرح ثاني، يعني مثل ما بدك تقول بالورم هول. يعني هو قدر يفتح ستار جيت من خلال هذا الكوانتوم انجن، وقدر يوصل للريزونانس اللي بيسموها التردد بالعربي، ما بعرف شو اسمها ريزونانس. والله طيب لو انت عندك لينكس للمواضيع دي. انا ما عندي لينك، انا عندي الكتب مصورين بي دي اف، بس توب سيكريت، يعني فيني ابعث لك اياهم ان برايفت اذا بدك. والله يعني طلع عليهم انترستد ان انا اشوف المواضيع ديت ومطلع كهرباء من خلال جيوثيرمال، يعني من الارض، باحش بالارض، عامل ديزاين انه انت تقدر تطلع كهرباء وهيت من الارض بدون ما تستخدم، بس تستخدم بامب وبتستخدم دي متاحه، التكنولوجيا دي متاحه، عملوا بيها البرلمان الامريكي. بس هو عاملها، بس عامل لك الوقت ده يعتبر ريفولوشن. طبعا هو عاملها من زمان والله، يعني هو كنا نتمنى شخص زي ده يكون عايش معنا لليوم. انا بحكي عن الصناعه الفضائيه هتختلف كتير، يعني صحيح حكي عن الاهرامات انه هن من خلال المي اللي بتمشي تحت في مجاري مي بيعملوا الكتريكال شارج وبيطلعوا بشافت جرانيت. حكي انه الاهرامات هن عباره عن مولدات طاقه واتصالات لاسلكيه، وقدروا يرفعوا صخور من خلال الالتراسونيك ليفيتيشن. الالتراسونيك ليفيتيشن موجود في دول لليوم، يعني ما شفته في الهند، شفته في دول كتير، في ناس بتستخدم فعلا التكنولوجي ديت.
بس صحيح. It's interesting يعني، مشكور على هذه المداخلة، ولو في فرصة بعتلي فعلا يعني الكتب بتسلى فيها شوية. ببعت لك إياهن أنا على الإيميل تعولك، ببعت لك بوكس لإله إن شاء الله. خلاص في انتظارها أوكي. بإذن الله منك، ومشكور على هذه المداخلة تاني. ولا يهمك دكتور. طيب أشكركم جميعا، وزي ما قلت قبل كده أنا متاح للجميع. أنا هضطر أستعزمكم دلوقتي عشان يعني حتى لسه ما صليتش العشاء والله، هطلع اصلي دلوقتي بقى اشوف كده بعض الظروف اللي عندي، لكن في اي وقت اي حد محتاج اي حاجه اهلا وسهلا بيك، وانا متاح ان شاء الله كمان للجميع. بشكركم جميعا، ونشوفكم ان شاء الله في لقاءات تانية متجدده. شكرا يا دكتور جدا، شكرا شكرا جزيلا يا دكتور، شكرا جزيلا لوقت حضرتك، شكرا. الله يبارك في حضرتك يا فندم، ربنا يخليك، شكرا جزيلا. شكرا، استاذنكم، السلام عليكم. وعليكم السلام، مع السلامه. السلام عليكم.